قناة رواياتستان تقدم عدو بوارو، رواية بوليسية لسيدة أدب الجريمة أغاثا كريستي، بصوت أحمد رمضان الجمال. هز بوارو كتفيه وقد طب جبينه مفكرا وأومأ برأسه كأنما استقر على شيء، ثم نهض وتناول من خزانة محفوظاته خطابا مفتوحا وتقدم به نحوي في تردد، ثم قال وهو يسلمه إلي: اقرأ هذا الخطاب يا عزيزي هيستينغز وأخبرني برأيك فيه. فتناولت الرسالة من يده ووجدت أنها مكتوبة على الآلة الكاتبة وعلى ورق رسائل سميك، وقرأت فيها ما يلي: السيد هيركيول بوارو، إنك تظن نفسك عبقريا في الكشف عن غموض الجرائم المعقدة التي يعجز عن كشفها رجال المباحث الإنجليز الأغبياء. حسنا أيها العبقري، دعنا نرى إلى أي حد تبلغ مهاراتك، ولعلك ستجد أن هذه الجريمة أعقد من أن تستطيع حلها. لننظر ما سوف يحدث في بلدة أندوفر في اليوم 21 من هذا الشهر المخلص ABS. ونظرت إلى الظرف الذي كان مكتوبا على الآلة الكاتبة أيضا، فوجدت أنه أرسل من مكتب بريد غرب لندن. وبعد فترة صمت قال بوارو: ما رأيك؟ فهززت كتفي وأعدت الرسالة إليه قائلا: أعتقد أن كاتبها رجل مخبول أو رجل أسرف في الشراب حتى فقد صوابه. كل هذا محتمل، ولكنني غير مطمئن في الوقت نفسه. هل عرضت هذه الرسالة على رجال الشرطة؟ أجل، عرضتها على المفتش جاب، فقال كما قلت أنت: إنها دعابة ثقيلة من رجل سكير أو مجنون، وأكد لي أن إدارة سكوتلاند يارد تتلقى كل يوم العشرات من هذا النوع من الرسائل. إذن فلماذا تهتم بأمره كل هذا الاهتمام؟ لأن فيها يا هيستينغز شيئا يقلقني. فقلت وأنا أراه يعيدها إلى مكانها: إذا كان الأمر كما تقول، أفلا تستطيع أن تفعل شيئا؟ إنك دائما هكذا، ولكن ماذا في وسعي أن أفعل؟ إن رجال المباحث لا يهتمون بالأمر، وليس هناك أي دليل يشير إلى كاتبها. ليس هناك في الواقع إلا شعورك الخاص. لعلي أقيم من الحبة قبة، وأيا كان الأمر فليس أمامنا إلا الانتظار. أجل، وإن 21 من هذا الشهر يوافق يوم الجمعة، فإذا وقع حادث سرقة بالقرب من أندوفر مثلا. فقاطعني قائلا بسرعة: عندئذ أتنهد بارتياح. تتنهد بارتياح؟ نعم، لأن الذي يخيفني أن يكون الأمر أخطر جدا من مجرد حادث سرقة. مثل ماذا؟ جريمة قتل؟ نهض السيد ألكسندر بونابرت ساست. نهض من مقعده وحملق بنظره القصير فيما حوله في غرفة نومه البالية، وكان ظهره متصلبا بسبب جلسته غير المريحة. ومن ثم راح يتمطى ويشب على قدميه، بحيث لو رآه أحد في تلك اللحظة لحسبه رجلا طويلا جدا. ومضى إلى معطفه القديم المعلق وراء الباب، وتناول من جيبه علبة سجائر رخيصة وبعض أعواد ثقاب، وأشعل لنفسه سيجارة، ثم عاد إلى المائدة التي كان جالسا إليها وتناول دليلا للسكك الحديدية، وراح يبحث فيه عن شيء معين، ثم تأمل قائمة بعدد كبير من الأسماء المكتوبة على الآلة الكاتبة، ومد يده ببطء ووضع علامة بالقلم على الاسم الأول. وكان ذلك في يوم الخميس 20 من شهر حزيران يونيو. كنت قد نسيت في خضم شواغلي أمر تلك الرسالة، ولم أتذكرها في الواقع مرة أخرى إلا في اليوم 22 من الشهر.
عندما أقبل مفتش المباحث أجاب إلى مسكن صديقي بوارو، ولما رآني صافحني بحرارة وشوق لأننا كنا صديقين قديمين، وصاح: هل سمعت يا نقيب هيستينغز عن الرسالة الغامضة التي تلقاها السيد بوارو؟ فقال بوارو: لقد أطلعت هيستينغز عليها منذ بضعة أيام. فهتفت قائلا: أجل، لقد نسيت أمرها، ماذا كان التاريخ المذكور فيها؟ 21، وهذا ما دفعني إلى الحضور، فقد كان أمس 21 من الشهر. وبدافع من الفضول فقط اتصلت أمس تليفونيا بمركز شرطة أندوفر، فقيل لي إنه لم يحدث شيء أكثر من مشاجرة بين أحد السكارى وزميل له، وإصابة طفلة بحجر قذفه عليها طفل في مثل سنها. ومن ثم اعتقدت أن السيد بوارو لم يكن موفقا في هواجسه هذه المرة. فاعترف بوارو قائلا: إنني قد استرحت الآن حمدا لله. كنت شديد الجزع بسبب هذه الرسالة، أليس كذلك؟ إننا نتلقى العشرات أمثالها كل يوم، ويبدو أن هناك طائفة من الناس تهوى كتابة هذا النوع من الرسائل لأسباب مختلفة. الواقع أنني أوليت هذه الرسالة من الاهتمام أكثر مما تستحق. حسنا، لا عليك، لقد حضرت لزيارتك اليوم لأطمئنك من جهة، ولأني أقوم بالتحقيق في حادث سرقة جواهر في الشارع المجاور. طاب يومكما. ولكن لم يمض على انصرافه نصف ساعة حتى دق جرس التليفون، فتناول بوارو السماعة وقال: أجل، أنا بوارو، هيركيول بوارو. وصمت هنيهة ينصت، ثم أربد وجهه وهو يقول هذه العبارات على التوالي: نعم، أكيد، سوف أحضر. أجل، ربما كان الأمر كما تقول، سآتي بها معي. وأعاد السماعة وقال يحدثني: إنه المفتش جاب يا هيستينغز. ماذا يريد؟ قال: إنه عقب وصوله إلى إدارة سكوتلاند يارد وجد في انتظاره رسالة من أندوفر. أندوفر؟ أجل، وجاء في الرسالة أن امرأة عجوز تدعى السيدة أسكر وجدت مقتولة في حانوتها الصغير الذي تبيع فيه التبغ والسجائر، ويعتقد رجال الشرطة في أندوفر أن في مقدورهم وضع أيديهم على الفاعل، إذ يبدو أن المرأة كانت على خلاف مع زوجها الذي أدمن الشراب وأصبح عاطلا، وقد سمعه الكثيرون وهو يهدد بالقتل. وصمت بوارو هنيهة قبل أن يستأنف الحديث قائلا: ومع هذا كله فإن رجال المباحث في سكوتلاند يارد يريدون أن يعيدوا النظر في الرسالة الغامضة التي تلقيتها، وقد وعدتهم بأننا سنحضر إلى أندوفر. وأحسست بالانفعال المثير مرة أخرى، وخامرني ذلك الشعور القديم، شعور كلب الصيد وهو يتأهب للانطلاق وراء الثعلب المراوغ. كان بوارو لا يزال يتحدث، ولكنني لم أسمع شيئا مما قال. واستقبلنا في أندوفر المفتش جلين، وكان رجلا طويلا أشقر الشعر لطيف الابتسامة، وقال يوضح الموقف: اكتشف أمر الجريمة الكونستابل دوفر في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، أي في أول ساعة من صباح اليوم 22 من الشهر، وكان يقوم بدوريته الليلية عندما لاحظ أن باب حنوت السيدة أسكر غير مغلق، فدخل وظن في أول الأمر أنه لا يوجد به أحد. وبينما هو يسلط كشافه الكهربي على ما وراء منصة البيع، رأى جسم امرأة مكومة، ولما حضر طبيب الصحة قال إن المرأة العجوز التي ثبت أنها السيدة أسكر نفسها ماتت بضربة عنيفة أصابت مؤخرة رأسها، ومن المحتمل أن تكون الضربة هوت في أثناء استدارتها لإحضار علبة السجائر من فوق أحد الرفوف. وقال الطبيب إن الوفاة حدثت منذ 7 إلى 9 ساعات قبل اكتشاف الحادث، ولكننا استطعنا أن نحدد الوقت بأقل من هذا لأننا عثرنا على رجل اعترف أنه اشترى علبة تبغ من السيدة أسكر في الساعة 5:30 من مساء 21، وقال آخر إنه ذهب لشراء علبة سجائر فوجد الحانوت خاليا كما ظن،
في الساعة 6:05، ولم نعثر بعد على أي شخص يشهد أنه رأى زوجها السيد إسكر بالقرب من حانوتها في ذلك الوقت المحدد، ولكن قيل لنا إنه كان في مشرب ثري كراونز فاقد الوعي من تأثير الشراب منذ الساعة 9 أمس. وعندما يتم القبض عليه سوف يحتجز رهن التحقيق. فقال بوارو: إنه كما سمعت شخصية فاسدة. أجل، هل كان يعيش مع زوجتي؟ لا، لقد انفصل منذ بضعة أعوام، وأسكر ألماني الجنسية، وكان في يوم ما يعمل جرسونا ثم أدمن الشراب وأصبح تدريجيا غير صالح لأي عمل. واشتغلت زوجته بالخدمة في البيوت حينا، إلى أن ادخرت مبلغا من المال استطاعت به أن تنشئ متجرا لبيع التبغ والحلوى والصحف، وكان دخلها من هذا المتجر يتيح لها حياة الكفاف. ولكن زوجها ظل يثقل عليها بطلباته حتى اتفقت معه على إعطائه 15 شلنا كل أسبوع اتقاء لشره. هل لديهما أبناء؟ لا، ولكن للمجن عليها ابنة أخت تشتغل مدبرة بيت في بلدة أوفرتون، وهي فتاة ناضجة كريمة الأخلاق. وذلك الرجل المدعو أسكر، هل كان يهدد زوجته دائما؟ أجل، وكان إذا سكر يصبح وحشا بذيء اللسان، وكثيرا ما هددها بتحطيم رأسها. وكم كان عمر المجن عليها؟ كانت في نحو 60، وكانت سيدة محترمة مكافحة. ألم يسرق شيء من الحانوت؟ ألم يسرق شيء؟ لم يسرق شيء، فإن النقود ظلت كما هي في الدرج، ولا بد أن هناك شيئا سرق. إذن فأنت تعتقد أن أسكر ذهب وهو مخمور إلى حانوت زوجته ثم تشاجر معها وضربها بشيء ثقيل على رأسها؟ هذا ما يبدو لنا حتى الآن، ولكننا نريد أن نلقي نظرة على الرسالة الغامضة التي جاءتك. وبعد أن قرأ المفتش الرسالة قطب جبينه وقال: لا يلوح لي أن أسكر هو كاتبها، لأن يد الرجل أصبحت الآن ترتعد بشدة بسبب إدمانه الشراب، وهذه الرسالة مكتوبة بيد ثابتة وبخط واضح، كما أن الورقة والحبر من نوعين ممتازين بعيدين عن متناول رجل في مثل ظروف أسكر، ولهذا أرى أن الأمر مجرد مصادفة. وصمت هنيهة قبل أن يقطب جبينه مرة أخرى وأردف قائلا: ABS؟ من يكون هذا الشيطان ABS؟ ولسوف نحاول أن نعرف رأي ماري دراور ابنة أختها في هذا الموضوع، ولولا هذه الرسالة لراهنت بكل شلن معي أن أسكر هو الجاني. لديكم أي معلومات عن تاريخ المجني عليها؟ إنها امرأة من إقليم هامشاير، ذهبت للخدمة في المنازل منذ كانت فتاة في مدينة لندن، وهناك تقابلت مع أسكر وتزوجته، وفي عام 1945 انفصلت عنه نهائيا دون طلاق، وعادت إلى هذه البلدة لتبقى في منأى عنه، ولكنه تبعها إلى هنا وراح يبتز مالها. وهنا حضر أحد الكونستابلات فقال له المفتش: حسنا يا بريغزا، لقد أحضرنا المدعو أسكر. أدخله فورا. أين كان؟ كان مختفيا في مركبة سكة حديد مهجورة. حسنا، ادخله فورا. وكان فرانز أسكر الألماني الأصل والإنجليزي الجنسية، نموذجا يائسا من الجنس البشري، وكان يثرثر ويدمدم قائلا وهو يحملق إلى وجوهنا بنظرات ملأها الخوف والاحتجاج: ماذا تريدون مني؟ إنني لم أفعل شيئا، إنكم تظلمونني، كل إنسان في هذه الدنيا يظلمني، إنني مسكين، دعوني وشأني. وشرع يبكي. فقال له المفتش: تمالك نفسك يا أسكر، إننا لم نوجه إليك أي اتهام، ولم يجبرك أحد أن تقول شيئا رغما عنك. ولكنني لم أقتلها، لم أقتلها، دعوني وشأني. لقد هددتها كثيرا بالقتل يا أسكر، أليس كذلك؟ بلى بلى، كنت أمزح معها فقط، نوع لطيف من المزاح، أليس كذلك؟ حسن، أين كنت بعد غروب يوم أمس يا أسكر؟ إنني لم أقترب من حانوتها،
لقد كنت أمس بعد الظهر حتى ساعة متأخرة من الليل مع أصحاب محترمين. ذهبنا أولا إلى مشرب سيفن ستارز، ثم إلى مشرب رودج، وكان معنا دولتا ويلرز وكرودي الهرم وجورج ويبلت وغيرهم. إنني لم أقترب منها أمس. ولما بدأ يصرخ وهو في حالة انهيار عصبي، أمر المفتش بنقله إلى غرفة الحجز على ذمة التحقيق. ما رأيك في هؤلاء الشهود؟ إنهم جميعا من مدمني الشراب، ويتوقف الأمر الآن على أن يكون هناك شهود آخرون قد رأوه بالقرب من الحانوت بعد ظهر أمس. ألم يكن هناك في مكان الجريمة شيء؟ أعني شيئا غريبا في وضعه أو شكله أو مثيرا للانتباه؟ ففكر المفتش هنيهة ثم قال: كان هناك دليل سكة حديد. دليل سكة حديد؟ أجل، وكان مفتوحا ومقلوبا على منضدة البيع، وكأنما كان ثمة شخص يبحث فيه عن مواعيد القطارات التي تمر بمحطة أندوفر. وهل كانت السيدة أسكر تبيع هذا النوع من الكتب؟ فهز المفتش رأسه وقال: كانت تبيع جداول سفر صغيرة لا يزيد ثمن الواحدة منها على بضعة بنسات، أما هذا الدليل فهو من الحجم الكبير الذي لا يباع إلا في المكتبات الكبيرة. وهنا ومضت عين بوارو وقال بلهفة: أتقول دليل سكة حديد؟ هو دليل برادشو أو ABS؟ وهتف المفتش قائلا: بحق السماء، إنه من هذا النوع الذي يقوم على الأحرف الهجائية. تضاعف اهتمامي بالحادث عند ذكر دليل برادشو السياحي القائمة على تسجيل أسماء المحطات بالترتيب الأبجدي، وكان اهتمامي قبل ذلك لا يعدو اهتمام أي شخص غريب بمقتل امرأة عجوز فقيرة في بلدة نائية. إنها جريمة من النوع الذي تنشرها الصحف في أصغر أركانها وبأصغر حروف طباعتها، وكنت أعتقد في قرارة نفسي أن السيدة أسكر ذهبت ضحية زوجها السكير، وأنه لا شأن للرسالة الغامضة بهذه الجريمة. أما بعد أن سمعت بأمر هذا الدليل الأبجدي للسكة الحديدية، فقد اتخذت الجريمة في رأيي وجهة أخرى خطيرة. فمن ذلك الشخص الخفي الذي قتل السيدة أسكر وترك وراءه الدليل الأبجدي لمحطات السكة الحديد؟ وبعد أن غادرنا مركز الشرطة في أندوفر، ذهبنا إلى المشرحة حيث رأينا المجني عليها، جثة هامدة بشعرها الأشيب والإصابة القاتلة في رأسها. ثم التقينا بالدكتور كار الذي قال إنه يرجح أن المجني عليها كانت قد استدارت بظهرها للقاتل لكي تأتي إليه بشيء فأهوى على مؤخرة رأسها فتكومت على نفسها وراء منضدة البيع، ومن ثم بدا الحانوت لعابر السبيل وكأنه خال تماما. وقال لي بوارو بعد انصرافنا: أترى يا عزيزي هيستينغ، هذه نقطة جديدة في جانب براءة أسكر. فلو أنه هو الذي ذهب إلى زوجته يسبها ويهددها لوقفت أمامه تواجهه، ولكنها عند الوفاء مستديرة بظهرها إلى القاتل الذي جاء ولا شك متظاهرا بأنه يريد شراء شيء. ثم أردف قائلا وهو ينظر في ساعة يده: أعتقد أن أوفرتون ليست بعيدة عن هنا، ما رأيك في أن تسرع إليها الآن وتقابل ابنة أختي المجني عليها؟ وبعد لحظات قليلة كنا نندفع بالسيارة في طريق لندن متجهين نحو بلدة أوفرتون، وكان العنوان الذي أعطاه لنا المفتش ينطبق على بيت كبير. فدق بوارو جرس الباب، فاستجابت للرنين الجرس فتاة شابة في ملابس سوداء جميلة الوجه متورمة العينين من فرط البقاء. فقال لها بوارو برفق: أها، أعتقد أنك الآنسة ماري دراور. أجل يا سيدي، إنني هي. هل أستطيع أن أتحدث إليك بضع دقائق؟ بعد إذنك يا سيدي، بعد إذن سيدتك، إن الموضوع يتعلق بمقتل خالتك
السيدة أسكر، إن سيدتي في الخارج، تفضل بالدخول. ثم فتحت بابا لغرفة استقبال صغيرة، وبعد أن جلسنا بجوار النافذة رمق بوارو الفتاة بإمعان ثم قال: لقد سمعت ولا شك بما حدث لخالتك. فأومأت الفتاة برأسها وقالت والدموع تنساب من عينيها: علمت في هذا الصباح يا سيدي عندما جاء أحد رجال الشرطة وأخبرني بالحادث. آه إنه أمر فظيع، يا لخالتي المسكينة. ألم يعرض عليك رجل الشرطة الذهاب إلى أندوفر؟ قال إنني يجب أن أحضر جلسة التحقيق التي ستعقد يوم الاثنين التالي. أما الآن فكيف أذهب وأين أقيم هناك؟ إنني لا أطيق الإقامة في غرفة خالتي التي تقع وراء الحانوت، خصوصا وأن زميلتي في العمل هنا غائبة عند أهلها، وأعتقد أنه لا يجوز أن أترك سيدتي بمفردها في مثل هذه الظروف. هل كنت تحبين خالتك؟ جدا يا سيدي، لقد كانت شديدة العطف علي دائما منذ وفاة أمي، وقد بدأت أعمل بالخدمة في البيوت منذ كنت في 16 من عمري، ولكنني كنت حريصة على قضاء يوم عطلتي الأسبوعية لديها، وكان ذلك الألماني اللعين سببا في شقائها، إنه لم يتركها تنعم يوما بالراحة والهدوء. ألم تفكر خالتك يوما في طلب الطلاق منه؟ نعم يا سيدي، إن خالتي لم تكن من النوع الذي يبرر الطلاق لأي سبب. وهل سمعته يهددها يا ماري؟ نعم كثيرا، وما أفظع ما كان يقوله لها، كان يقول إنه سيذبحها يوما وسيحرقها يوما وسيدق عنقها، كان لا يكف عن السباب بالإنجليزية والألمانية. ومع ذلك كانت خالتي تقول إنه كان في شبابه رجلا لطيفا جميلا مهذبا. إذن فأنت لم تدهشي كثيرا حين سمعت بمصرع خالتك واتهام رجال الشرطة إياه بأنه هو القاتل. على العكس يا سيدي، لقد دهشت جدا، لأنه لم يخطر ببالي قط أن مثل هذا الرجل السكير الهرم المتهدم يستطيع أن يقتل نفسا بشرية. بل أكثر من هذا، إنني كنت أراه يتراجع عنها كالكلب المذعور عندما تستدير إليه وتبدأ في معاملته بالمثل. أجل، لقد كان يخشاها. ومع ذلك كانت تعطيه مالا. أكيد يا سيدي، ألم يكن زوجها؟ بلى بلى. ثم أردف بوارو بعد لحظة صمت: لنفرض أنه ليس قاتلها. فحملقت إلى وجهه بدهشة وتمتمت: ليس قاتلها؟ أجل، لنفرض أن الذي قتلها شخص آخر، فهل لديك أي فكرة عمن يمكن أن يكون قاتلها؟ لا يا سيدي مطلقا، إن هذا غير محتمل، فمن هذا الذي يسعى إلى قتل امرأة عجوز مسالمة مثل خالتي؟ ألم تسمعيها تذكر اسم أي شخص غاضب منها أو ساخط عليها؟ أبدا أبدا يا سيدي. ألم تستلم قط رسائل بتوقيعات أشخاص مجهولين؟ لا أظن يا سيدي. هل كانت خالتك تدخر مالا؟ كانت تدخر في بنك التوفير مبلغا ضئيلا يكفي لتغطية نفقات جنازتها، أما فيما عدا ذلك فقد كانت تجاهد حتى تقيم أودها، فضلا عن المبالغ التي كان ذلك الشيطان يبتزها منها. فأومى بوارو برأسه ثم نهض وهو يقول: إذا احتجنا إليك في أي وقت يا ماري فهل نكتب إليك في هذا العنوان؟ الواقع أنني لن أمكث هنا طويلا، لقد آثرت العمل في هذه البلدة لأكون قريبة من خالتي، لأكون قريبة من خالتي. ثم طفرت الدموع من عينيها وهي تردف قائلة: أما وقد ماتت فأعتقد أن مكان العمل الملائم لفتاة مثلي هو مدينة لندن. أرجو عندما ترحلين إلى لندن أن ترسلي إلي بعنوانك الجديد وهذه بطاقتي. فقالت بعد أن نظرت في البطاقة: إذن فأنت لست من رجال الشرطة يا سيدي؟ أنا أعمل لحسابي الخاص. فوقفت ونظرت إليه هنيهة ثم قالت بصوت خافت:
هل ثمة شيء خاص في هذه الجريمة يا سيدي؟ أجل يا بنيتي، وسوف تعرفين كل شيء في حينه، ونرجو أن تبذلي جهدك في مساعدتنا إذا احتجنا إليك. هذا ما أرجوه يا سيدي. وبعد لحظات كنا في طريق العودة إلى أندوفر. كان مسرح الجريمة في شارع جانبي يتفرع من الشارع العام بالبلدة، وكان حانوت السيدة أسكر يقع في منتصف هذا الشارع الجانبي في الجهة اليمنى. ورأيت بوارو ينظر في ساعته، وأدركت لماذا أرجأ زيارة مسرح الجريمة حتى هذا الوقت. لقد أراد أن يصل في الفترة نفسها المماثلة للفترة التي وقع فيها الجريمة، أي في الساعة 5:30 مساء. كان الحانوت صغيرا حقير المظهر مغلقا، وقد وقف أمامه أحد رجال الشرطة، ووقف بوارو برها ينظر إلى اللافتة الحقيرة التي تحمل اسم أسكر، ثم قال لي فجأة: هلما ندخل هذا الدكان يا هيستينغز؟ وشققنا طريقنا بين المجتمعين، وقدم بوارو بطاقته الخاصة إلى رجل الشرطة الذي أومأ برأسه وفتح باب الدكان وسمح لنا بالدخول بين دهشة المتفرجين البالغة. وكان الظلام في الداخل كثيفا، فأدار الشرطي مفتاح النور، وعلى هذا الضوء الكهربي أخذت وتفحص ما حولي. كان دكانا صغيرا حقيرا أيضا من الداخل، وعلى منضدة البيع بعض الصحف والمجلات الرخيصة التي يعلوها الغبار، ووراء المنصة بضعة رفوف عليها علب السجائر والحلوى والتبغي وبعض الدمى الخزفية الرخيصة. وعلى مشجب في نهاية الدكان كان ثمة معطف من الصوف القديم، ومطرف وصدار نسائي وجورب جديد، وكانت هذه كل بقايا ملابس المسكينة. وقال بوارو وهو يمسك بيدي: هلما إلى الخارج يا هيستينغز، فلن نجد هنا ما يلقي أي ضوء على الحادث. وفي مقصورة الدرجة الأولى بالقطار الذي عاد إلى لندن، قلت لبوارو: ما رأيك؟ إن القاتل رجل متوسط الطول، أحمر الشعر، أحول العينين، يعرج بقدمه اليمنى قليلا، ويوجد تحت لوحة كتفه أثر جرح قديم. فهتفت قائلا: ما هذا يا بوارو؟ فضحك قائلا: ماذا تريد مني أن أقول؟ وأنا أراك تنظر إلي متوسلا، وكأنما ترجوني أن أخرج لك القاتل على طريقة تشيرلوك هولمز. الحقيقة أنني لا أعرف شيئا عن القاتل، لا عن شكله ولا عن محل إقامته، ولا أدري كيف سيمكن القبض عليه. لو أنه ترك وراءه أثرا؟ لقد ترك وراءه دليل سكة الحديد. أتظن أنه تركه وراءه خطأ؟ لا بالتأكيد، والدليل على ذلك بصمات الأصابع، ولكنه لم يترك على الدليل أي بصمات، وهذا ما يجعلني أؤمن بأنه تركه عامدا. فنحن في شهر حزيران يونيو، والحر شديد، وليس من المعقول أن يسير رجل وفي يده قفازان، وما دام لم يكن مستخدما لهما فلا بد أن يكون قد ترك عليه بصمات أصابعه وهو يحمله، ولكننا لم نجد بصمات أصابع. فمعنى هذا أنه حرص على مسح كل ما على الدليل من بصمات الأصابع، ولو كان الذي ترك ذلك الدليل رجلا بريئا لما اهتم بمسح بصمات الأصابع من فوقه. ولكن لماذا تركه القاتل ورائه؟ هذا هو السؤال. إذن فدليل ABS لا قيمة له في هذا الأمر؟ فهز بوارو كتفيه وقال: إن له قيمة من الوجهة الاستنتاجية فقط، فالقاتل شخص ينوي أن يبقي اسمه مجهولا، ولكنه مع هذا أراد أن يلقي بعض الضوء على شخصيته من حيث لم يشأ. فنحن من جهة لا نعرف عنه شيئا، ومن جهة أخرى نعرف عنه الكثير. فأنا مثلا أرى أن شخصيته بدأت تتكون في غموض أمامي. إنه رجل يكتب بخط واضح جيد، ويستعمل في رسائله
ورقا من النوع الجيد وفي أشد الحاجة إلى التعبير عن شخصيته. إنني أراه في طفولته طفلا جميلا لا يهتم بأمره أحد، وأراه في شبابه ينمو وهو يحس بأنه أقل شأنا من غيره وبأنه مظلوم من الناس ومن المجتمع، ومن ثم أرى ذلك الحافز الداخلي، الحافز الذي يدفعه إلى التعبير عن كيانه وشخصيته لتوجيه الانتباه إلى شخصه. وظل هذا الحافز يقوى ويشتد، ولكن الظروف كانت تحطمه وتكبته بقسوة وعنف وتضيف المزيد من الشعور بالإهانة في نفسه. وهكذا انتهى به الأمر إلى هذا الطريق الرهيب للتعبير عن ذاته. فقلت معترضا: هذا كله مجرد استنتاج، إنه لا يفيد في الكشف عن غموض الجريمة، إنك تفضل أدلة أخرى: طرف عود ثقاب، رماد سيجارة، آثار حذاء بمسامير، خيط حريري، وما إلى هذه الأدلة التي لم يعد المجرمون المحترفون يتركونها وراءهم. ولكن يمكننا أن نسأل أنفسنا، لماذا ترك وراءه دليل ABS للسكة الحديد؟ ولماذا قتل السيدة أسكر بالذات؟ ولماذا اتخذ بلدة أندوفر مسرحا لجريمته؟ ثم الرسالة المجهولة التوقيع، لماذا أرسلها إلي أنا بالذات؟ وبعد لحظة صمت قلت: وماذا تنوي أن تفعل بعد هذا؟ لا شيء. كيف هذا؟ ماذا تريد أن أفعل؟ إنني لست ساحرا ولا قارئ غيب، وكل ما يمكن أن أقوم به في هذا السبيل سيقوم به رجال البوليس على الوجه الأكمل. ثم أردف بعد فترة صمت أخرى: الشيء الوحيد أمامي هو الانتظار، انتظار الرسالة الثانية. فحملقت إليه مشدوها وقلت: أتتوقع أن تأتي إليك رسالة أخرى؟ بكل تأكيد يا عزيزي، إن نجاح المجرم في الإفلات من نتائج جريمته الأولى سيغريه بارتكاب جريمة ثانية. فهززت كتفي في شك، ومضت الأيام وحفظ التحقيق في قضية مسرع السيدة أسكر، وأفرج عن زوجها، ولم يشأ رجال البوليس بناء على توصية بوارو أن يشيروا أثناء التحقيق إلى دليل ABS للسكة الحديد. وعلى الجملة لم تلفت الجريمة اهتمام أحد خارج بلدة أندوفر، بل إن أهالي البلدة أنفسهم لم يلبثوا أن بدأوا ينسون الحادثة بعد أيام معدودات. وأعترف أنني شخصيا كنت قد أوشكت أن أنسى الحادث أيضا، لولا أنني تذكرته بقوة في صباح اليوم 25 من شهر تاموز يوليو. كنت قد شغلت ببعض المهام في مدينة يوركشاير، ولما عدت بعد الظهر رأيت بوارو يصعد إلى المسكن بعد الساعة 6 وهو يحمل خطابا وجده في صندوق بريده، وما كاد يفتحه حتى هتف قائلا: لقد وصلت. ماذا تعني؟ الرسالة، الرسالة الثانية. ورحت أحملك إليه في ذهول بينما دفع بالرسالة إلي وطلب مني أن أقرأها. عزيزي السيد بوارو، حسنا، ما رأيك؟ لقد انتصرت عليك وجعلتك تقف حائرا عاجزا أمام جريمة أندوفر، ولكن المباراة بيني وبينك لا تزال في أولها. والآن دعني ألفت نظرك إلى مصيف بيكس هيل في اليوم 25 من هذا الشهر. ويا لها من مباراة مسلية يا سيد بوارو المخلص ABS. وهتفت قائلا بعد أن فرغت من قراءة الرسالة: يا للسماء، هل ينوي هذا المجنون أن يرتكب جريمة أخرى حقا؟ بالتأكيد يا هيستينغز، ألم أقل لك ذلك؟ وعدت إليه الرسالة وأنا أرتعد، وكان هدوءه قد أثارني، ولكني لم ألبث أن تبينت أن الانفعالات الشديدة لن تجدي في أمر خطير كهذا. وفي صباح اليوم التالي عقد كبار رجال المباحث مؤتمرا خطيرا شهده المفتش جاب ومساعده المفتش كروم ومدير بوليس منطقة سيسكاس ونائبه كارتر والمفتش جلين من أندوفر وعالم التحاليل المشهور
دكتور ثومبسون، وقد شهدت مع بوارو هذا المؤتمر الخطير، واستعرض الجميع الموضوع من كل جوانبه، وحرص الدكتور ثومبسون وكان كهلا لطيفا على استخدام العبارات المبسطة في تحليلاته العلمية. أما نائب مدير سكوتلاند ياردي فقال: لم يعد لدينا شك في أن الرسالتين مكتوبتان بخط واحد وأن كاتبهما شخص واحد، ويمكننا أن نقول عن يقين إن كاتب هاتين الرسالتين هو مرتكب جريمة أندوفر تماما، ولدينا الآن إنذار صريح بارتكاب جريمة ثانية في اليوم 25 من هذا الشهر وبمصيف بيكس هيل، أي أن الجريمة سوف تحدث بعد غد، وإذا لم نضع أيدينا على المجرم فما الخطوات الواجب اتخاذها؟ التفت مدير بوليس سيسكاس إلى نائبه مستفهما وقال: ما رأيك يا كارتر؟ هز النائب رأسه في حيرة وقال: إن الأمر جد عسير يا سيدي، فليس هنا أي إشارة تدل على من سوف يكون الضحية التالية، بل لا نعرف من ستكون امرأة هذه المرة أم رجلا، وإذا تحدثت بصراحة فأنا لا أدري ماذا يمكن أن يفعله الإنسان في هذه الظروف. وغمغم بوارو قائلا: أظن أن الضحية التالية سوف يبدأ اسمها بحرف الباء. فقال مدير سكوتلاند يارد في شك: هذا رأي لا بأس به. وقال الدكتور ثومبسون مفكرا: عقدة ألف باء، أظن أن الأمر مجرد احتمال، وقد خطر لي هذا الاحتمال عندما قرأت اسم أليكس أسكر، أو على الأصح أسكر، على لافتة حانوتها. ولما ذكر المجرم المجهول في رسالته التالية أن مسرح جريمته الثانية سيكون مصيف بيكس هيل، خطر لي أن اسم الضحية سيبدأ بحرف الباء حسب ترتيب الحروف الأبجدية أو الهجائية في أسماء البلاد والضحايا. فقال الدكتور ثومبسون: هذا محتمل جدا، ومن ناحية أخرى قد يكون اسم أسكر وبلدة أندوفر مجرد مصادفة، وفي هذه الحالة ربما تكون الضحية التالية امرأة عجوز لها دكان صغير في بيكس هيل. لا تنسوا أننا نتعامل مع رجل مجنون لا نعرف بعد دوافعه إلى ارتكاب هذه الجرائم. فسأله المفتش جاب قائلا: وهل للرجل المجنون دوافع تبرر ارتكابه جرائم قتل؟ بالتأكيد له يا سيدي، بل إن المجنون قد يتشبث بالدوافع يعتقد تماما أنها منطقية ومعقولة وواجبة التنفيذ، فقد يعتقد مثلا أنه مبعوث العناية الإلهية لقتل جميع القساوسة أو الأطباء أو النساء العجائز التي يتملكن متاجر صغيرة لبيع السجائر والحلوى، ولهذا لا يجوز أن نجري وراء نظرية الحروف الهجائية على أنها هي النظرية الصحيحة تماما. فربما كان اسم بيكس هيل بعد أندوفر مجرد مصادفة. وهنا قال مدير بوليس سيسكاس لنائبه كارتر: على الأقل يحسن أن نكون على حذر في هذه الناحية، وأن نتخذ بعض الاحتياطات الممكنة، وأن ندون الأسماء التي تبدأ بحرف الباء في ذلك المصيف، لا سيما أسماء النسوة العجائز التي يبيعن بعض السجائر والحلوى في متاجر صغيرة. ولا أظن أن في مقدورنا أن نفعل أكثر من هذا إلا أن نراقب الأجانب في تلك البلدة بصفة خاصة. وانفض المؤتمر بعد تقديم بعض المقترحات الأخرى التي لا قيمة لها. قلت لبوارو ونحن نسير على شاطئ النهر: بوارو، لابد أن نمنع وقوع هذه الجريمة الثانية بأي شكل. فرفع بوارو إلي وجها مرهقا وقال: إن رجلا مجنونا واحدا قد يثير الفزع في قلب مدينة مليئة بالعقلاء. ما زلت أذكر ساعة يقظتي من النوم في صباح اليوم 25 من شهر تموز يوليو، وأعتقد أن الساعة كانت 7:30. كان بوارو واقفا بجانب فراشي يهزني برفق من كتفي، وما إن فتحت عيني وألقيت نظرة على وجهه حتى تنبهت من نومي تماما وقلت أنا أعتدل جالسا: ماذا حدث؟ فقال بوداعة تخفي وراءها انفعالا مكبوتا:
وقع ما كنت أخشاه. ماذا؟ ولكننا في اليوم 25. لقد وقعت الجريمة في 1 بعد منتصف الليل، أي في 1:00 من 25. هذا اليوم؟ فوثبت من فراشي واغتسلت بسرعة، وراح بوارو يحدثني بما سمعه في التليفون وأنا أرتدي ملابسي، فقال: وجدت جثة فتاة شابة على شاطئ مصيف بيكس هيل، وعرف أنها لفتاة تدعى بيتي برنارد واسمها بالكامل إليزابيث برنارد، وكانت تعمل مضيفة في المقاهي وتعيش مع والديها في بيت صغير من طابق واحد مبني حديثا. ويقول الطبيب الذي فحص الجثة إن الوفاة حدثت فيما بين 11:30 والواحدة صباحا. وهل أيقن رجال الشرطة أن هذه هي الجريمة التي كنا نتوقع حدوثها؟ عثروا تحت جثة الفتاة على دليل برادشو للسكة الحديد، فقلت وأنا أرتعد: هذا أمر رهيب، وماذا تنوي أن تفعل؟ سوف تأتي سيارة الشرطة بعد لحظات لتنقلنا إلى مسرح الجريمة. وفي خلال ربع ساعة كانت سيارة الشرطة السريعة تنطلق بنا خارج مدينة لندن، وكان معنا المفتش كروم الذي شهد المؤتمر في اليوم الأسبق وقد عهد إليه بالتحقيق في الحادث. وكان كروم يختلف كثيرا عن المفتش جاب، فهو أصغر سنا وأميل إلى الصمت وإلى الترفع عمن حوله وأكثر علما وثقافة منه، والواضح أنه كان الشخص المناسب لتولي هذه المهمة الخطرة، ولكن عيبه الوحيد أنه كان يدرك هذه الحقيقة فيزهو في أعماق نفسه ويعامل من حوله كأنهم أطفال صغار. وبعد أن ساد صمت بيننا فترة قال كروم عندما تجاوزنا محطة نيوكروسي: إذا أردت أن تستفسر عن شيء في هذه الجريمة فيمكنك أن تسألني. هل وصلتكم بعض التفاصيل عن الفتاة وعن ظروفها الاجتماعية؟ كانت في 23 من عمرها وتعمل في مقهى جينجس كات. هل كانت جميلة؟ فرفع كروم حاجبيه ثم قال في اقتضاب: هذا ما لم نعرفه بعد. وارتسمت ابتسامة خفيفة على شفتي بوارو وهو يقول: أترى أن هذا لا أهمية له؟ حسنا، إنني أرى أن لجمال الفتاة في مثل هذه الظروف الأهمية الأولى. ويبدو أن المفتش كروم قرر أن يضع للمحادثة نهاية إذ قال ببرود: نعم. وظل الصمت مخيما حتى بلغنا بلدة سيفن لوك عندما قال بوارو: هل عرفت على نحو ما كيف خنقت الفتاة وبأي شيء؟ فأجاب كروم بإيجاز: خنقها بحزامها، وهو حزام ثوبها الذي كانت ترتديه، حزام مفتول متين معقد. فاتسعت عين بوارو وقال: أها، لقد استطعنا أخيرا أن نعرف شيئا محددا. إنني لا أرى في هذا ما يدل على شيء معين. أعتقد أنه يدل على عقلية المجرم الوحشية المضطربة. وساد الصمت بقية الرحلة. واستقبلنا في بيكس هيل نائب مدير بوليس سيسكاس المفتش كارتر، وكان معه شاب وسيم وهو المفتش كيسلي الذي عهد إليه بمعاونة المفتش كروم في مهمته. وقال المفتش كارتر: أعتقد أنك تفضل القيام بتحرياتك الخاصة يا كروم، ولهذا سأكتفي بذكر الخطوط العامة للجريمة لكي أترك لك حرية البحث والتحقيق على طريقتك الخاصة. شكرا يا سيدي. لقد أبلغنا النبأ إلى والديها، وكانت الصدمة بطبيعة الحال قاسية، وقد تركتهما حتى يستردان بعض هدوءهما، وعليك أن تبدأ بسؤالهما الآن إذا شئت. وسأل بوارو: هل هناك أفراد آخرون يهمهم الأمر في محيط أسرتها؟ إن لها أختا تعمل على الآلة الكاتبة في لندن، وهناك شاب يقال خطيبها، وإنها كانت على موعد للخروج معه أمس. وسأل كروم قائلا: هل استطعتم أن تجدوا شيئا جديدا عن دليل السكة الحديد الذي وجد تحت الجثة؟ فأشار كارتر إلى منضدة في غرفته وقال:
إنه على هذه المنضدة، ولم نجد عليه أي آثار لبصمات أصابع، وهو دليل جديد، وقد وجدناه مفتوحا على الصفحة التي فيها اسم بيكس هيل، ويبدو أن المجرم اشتراه من مكان بعيد عن هنا، لأننا سألنا جميع أصحاب المكتبات الموجودة في المنطقة. ومن الذي اكتشف الجثة يا سيدي؟ ضابط متقاعد برتبة عقيد، وقد اعتاد الخروج مبكرا في 6 صباح كل يوم، مصطحبا كلبه لاستنشاق هواء الصباح النقي. وبينما هو يسير على الشاطئ في اتجاه بلاج كورين، انطلق كلبه فجأة وراح يتشمم شيئا على الشاطئ، فلما تبعه صاحبه شاهد الجثة فأسرع دون أن يلمس شيئا لإبلاغ الشرطة بالأمر. وقد تحددت وقت الوفاة بمنتصف الليلة الماضية؟ نعم، فيما بين 11:30 والواحدة صباحا، هذا مؤكد، ويبدو أن مجرمنا المجنون مصر على أن يكون عند وعده، وهكذا ارتكب جريمته في اللحظات الأولى من يوم 25 كما وعد. فأومأ كروم برأسه وقال: نعم، هذه عقلية مختلة قطعا، أليس ثمة تفاصيل أخرى؟ ألم يرى أحد شيئا قد يفيد التحقيق؟ نعم، لا شيء، لا شيء حتى الآن، ولكننا ما زلنا في ساعة مبكرة، وأكبر ظني أن كل واحد شاهد أمس شخصا يسير مع فتاة في ثوب أبيض سوف يأتي ويدلي إلينا بأقواله، وأعتقد أن عدد الفتيات ذوات الملابس البيضاء التي سرنا أمس مع رجال أو شباب لا يقل عن 500، وعلى هذا سيكون عدد الشهود ضخما. حسنا يا سيدي، يحسن أن أبدأ عملي الآن، وهناك بيت الفتاة والمقهى الذي كانت تعمل فيه، وسأذهب إلى الاثنين بادئا بالمقهى. وتساءل كارتر قائلا وهو يلتفت إلى بوارو: وماذا عن السيد بوارو؟ فقال هذا وهو ينحني برأسه للمفتش كروم: يسرني أن أذهب معه. ولاح لي أن كروم لم يعجبه هذا، أما المفتش الشاب كيسيلي الذي لم يكن قد رأى بوارو من قبل فقد ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة، وقال كروم: وماذا عن الحزام الذي كان أداة القتل؟ إن السيد بوارو يعتقد أن له دلالة كبيرة، ولا شك أنه يريد أن يراه. فقال بوارو بسرعة: لا لا، يبدو أنك أخطأت فهم ما أقصد، إنك لن تستطيع أن تجد في هذا الحزام ما يفيد تحقيق، إنه ليس حزاما من الجلد الذي قد تكون عليه بصمات أصابع، وإنما هو حزام من الحرير المفتول الذي يصلح تماما لمثل هذا الغرض. قال كروم: حسنا، هلما إلى العمل. بدأنا أولا نزور مقهى جينجس كات الذي يقع في مواجهة البحر، وكان من المقاهي النموذجية الصغيرة التي تكثر في المصايف، حيث يشرب فيها الرواد القهوة والشاي والمرطبات أو يتناولون بعض الوجبات الخفيفة، وكان بعض الرواد المبكرين قد جلسوا إلى موائدهم يشربون قهوة الصباح. ومن ثم أسرعت مديرته وأدخلتنا إلى غرفة خاصة حتى لا تلفت إلينا الأنظار، وقال لها المفتش كروم متسائلا: آنسة ماريون؟ فقالت مديرة المقهى بصوت يشوبه الحزن: أجل أجل، هذا هو اسمي، إنما حدث أمر رهيب مزعج، أخشى أن يكون له أثر سيء على العمل هنا. وكانت الآنسة ماريون في نحو 40 من عمرها، نحيفة جدا وفي حالة اضطراب عصبي، تدل عليها حركات أصابعها التي كانت تنقبض وتنبسط بلا توقف. وسألها المفتش كروم قائلا: ماذا يمكن أن تحدثيني به عن المجن عليها يا آنسة ماريون؟ لا شيء، لا شيء إطلاقا. منذ متى وهي تعمل هنا؟ منذ الصيف الماضي. هل كنت راضية عن عملها؟ نعم، كانت مضيفة بارعة وسريعة في تقديم الطلبات. وسألها بوارو: هل كانت جميلة؟ كانت وسيمة، لطيفة الشكل. متى انصرفت من عملها الليلة الماضية؟ في 8 مساء. إننا نغلق المقهى في مثل هذا الوقت لأننا لا نقدم وجبة العشاء لأحد. ألم تذكر لك كيف كانت تنوي أن تقضي سهرتها؟ بالتأكيد لا، إن علاقتنا الخاصة لم تصل إلى هذا الحد. ولم يحضر أحد للخروج معها أو السؤال عنها؟ لم يحضر إليها أحد. هل كانت في حالتها الطبيعية؟ أعني لم يبدو عليها اضطراب أو انفعالات نفسية معينة؟ إنني لا أعرف على وجه التحديد.
كم عدد المضيفات العاملات في هذا المقهى؟ 2 بصفة دائمة و2 بصفة احتياطية ابتداء من اليوم 20 من تموز يوليو إلى آخر أغسطس. وهل كانت بيتي برنارد مضيفة احتياطية؟ بل كانت مضيفة أصلية. وماذا عن الأخريات؟ أتعني الآنسة هيلي؟ إنها لطيفة. وهل كانت هي وبيتي برنارد صديقتين؟ هذا ما لا أجزم به. هل يمكننا إذن أن نتحدث إلى الآنسة هيلي؟ فنهضت الآنسة ماريون قائلة: سأبعث بها إليكم، وأرجو ألا تحتجزوها طويلا، لأن رواد المقهى يكثرون في هذه الساعة. وبعد لحظات أقبلت فتاة ممتلئة الجسم، سوداء الشعر، متوهجة الوجه بالانفعالات، لاهثة الأنفاس، وهي تقول: لقد أرسلتني الآنسة ماريون. هل أنت الآنسة هيلي؟ نعم أنا. أكنت تعرفين بيتي برنارد؟ بالتأكيد. أليس ما حدث لها رهيبا؟ بلى، إنني لا أكاد أصدق ما حدث. لا أكاد أصدق أن بيتي التي كانت أمس متوقدة بالحياة تصبح اليوم جثة هامدة. إنني في حلم مزعج. هل كانت علاقتك بها وطيدة؟ كانت أقدم مني في العمل هنا، لأنني بدأت أعمل منذ آذار مارس الماضي. ورأي عنها أنها كانت فتاة لطيفة وهادئة، لا تميل كثيرا إلى الضحك والمزاح، ولكن هذا لا يعني أنها كانت ثقيلة الظل أو باردة العواطف، وإنما أقصد أن أقول إنها كانت متحفظة في علاقتها مع زميلاتها هنا. وبعد حديث طويل فهمنا من الآنسة هيلي أنها لم تكن صديقة خاصة للمجن عليها، وأنها، أي بيتي برنارد، كانت تتبادل الحب مع شاب يشتغل كاتبا في مؤسسة لتأجير المساكن والمنازل المفروشة بالقرب من المحطة، وأن الشاب وسيم تتمناه كل فتاة. وبعد انصرافها تحدثنا إلى المضيفتين الاحتياطيتين، ولكننا لم نخرج من حديثنا إليهما بجديد. كان والدا بيتي برنارد يعيشان في فيلا صغيرة تقع بين 50 مسكنا مشابها لها، مشيدة في ضاحية المصيف. وكان الوالد السيد برنارد رجلا ضخم الجسم في نحو 55 من عمره، ويلوح أنه رآنا مقبلين فوقف ينتظرنا عند مدخل مسكنه، وقال بعد أن حيانا عند هبوطنا من السيارة: تفضلوا بالدخول أيها السادة. وأخذ المفتش كيسلي يقدمنا إليه الواحد بعد الآخر، حتى إذا علم الوالد أن المفتش كروم من رجال سكوتلاند يارد فقال بحماس: هذا شيء طيب جدا. نعم، يجب أن تبذل سكوتلاند يارد جهدها للقضاء على ذلك المجنون الذي قتل ابنتي. واختلج وجهه بالألم الممض فلم يتم عبارته، وفي غرفة الاستقبال قال له كروم: كانت بيتي تقيم معكما هنا كما فهمت، وكانت تشتغل مضيفة في مقهى جينجس كات. أجل، إن لك ابنتين أليس كذلك؟ بلى، الكبرى تعمل في مكتب في لندن. ألم تنزعج حينما تأخرت ابنتك عن الحضور أمس؟ إننا لم نكن لنعرف أنها تأخرت، فنحن عادة ننام في ساعة مبكرة، ننام في 9 مساء، ولهذا لم نعرف أن بيتي تأخرت في الحضور إلا بعد أن جاء رجال الشرطة. هل كان من عادة ابنتك أن تتأخر في العودة إلى البيت؟ أنت تعرف كيف تتصرف الفتيات في هذا الزمن يا سيدي المفتش، إنهن يرفضن القيود ويتمادين في التحرر من رقابة الآباء، ولكن بيتي بوجه عام كانت لا تتأخر عن 11 مساء. يقولون إن ابنتك مخطوبة لشاب. إنها لم تكن مخطوبة رسميا، ولكن علاقتها به كانت مقدمة للخطبة، وهو يدعى دونالد فريزر، شاب لطيف مستقيم، ولا شك أنه سيحزن أشد الحزن. أجل، كان يعمل كاتبا في مؤسسة لتأجير المنازل، ما اسم المؤسسة؟ مؤسسة كورت وبروتسكيل
وهل كان معتادا أن يلتقي ابنتك كل ليلة بعد أن يفرغ من العمل؟ لا، ليس كل ليلة، مرة أو مرتين فقط في الأسبوع. ألم تعرف ما إذا كانت تنوي مقابلته الليلة الماضية أم لا؟ إنها لم تقل لنا شيئا عن هذا، ولم تكن بيتي تكثر الحديث عن شؤونها الخاصة معنا أو مع غيرنا، ولكنها في جملتها كانت فتاة طيبة مستقيمة. أوه، إنني لا أصدق، لا أصدق. فقال كروم مواسيا: تأكد يا سيد برنارد، إننا لن نستريح حتى نضع أيدينا على قاتلها. والآن أحب أن ألقي نظرة على غرفة بيتي الخاصة، فربما نجد بين أوراقها أو رسائلها ما ينير لنا السبيل. فنهض السيد برنارد وقال: تفضلوا معي. ومضى أولا، وتبعه المفتش كروم، ثم كيسلي، ثم بوارو، وأخيرا أنا. وتوقفت قبل الوصول إلى غرفة بيتي لأحكم رباط حذائي، وعندئذ سمعت صوت سيارة تقف أمام باب المسكن. فنظرت من النافذة فرأيت فتاة في نحو 25 تقفز منها وتدفع الأجرة للسائق، ثم تدخل البيت حاملة حقيبة سفر صغيرة. وما كادت تراني حتى تسمرت في مكانها وتمتمت قائلة: من أنت؟ وهبطت الدرجات القليلة التي تفصلنا وأنا في حيرة من أمري، إذ لم أكن قررت هل أذكر لها اسمي أو أكتفي بالقول بأنني من رجال الشرطة. وأراحتني بقولها: أستطيع أن أستنتج من أنت. فقلت لها: إنك آنسة برنارد، أليس كذلك؟ بلى، ميغان برنارد، إنك من رجال المباحث، أليس كذلك؟ الواقع أنني... فقاطعتني قائلة: لا أظن أن لدي ما أقوله لك، فقد كانت أختي طيبة مستقيمة ليس لها أي اتصال بالرجال. طاب صباحك. وأرسلت ضحكة قصيرة تنم عن التحدي، وأردفت قائلة: هذه هي العبارات التقليدية التي تقال في مثل هذه المناسبة، أليس كذلك؟ إنني لست مندوبا صحفيا، إذا كان هذا ما ظننت. فتلفتت حولها وقالت: حسنا، من أنت إذن؟ وأين أبي وأمي؟ إن أباك مع رجال المباحث في غرفة أختك الخاصة. وارتسم التردد على وجه الفتاة هنيهة، وإذا بها تقول فجأة: تعال معي. وتبعتها إلى غرفة صغيرة بجوار المطبخ، وبينما أنا أحاول إغلاق الباب إذا بوارو ينفلت داخلا ويغلقه ورائه، وهو يقول بسرعة منحنيا للفتاة: آنسة برنارد كما أظن. فقلت لها: هذا هو السيد هيركيول بوارو، البوليس السري الخاص. سمعت عنك يا سيدي، يقولون إنك بارع في الكشف عن الجرائم المعقدة التي يعجز رجال سكوتلاند يارد عن حلها. إنهم يبالغون يا أنستي. وجلست الفتاة على حافة مائدة في وسط الغرفة، وأشعلت لفافة تبغ، ثم قالت وهي ترسل سحب الدخان من شفتيها: إنني لا أفهم لماذا يهتم السيد بوارو بجريمة عادية كهذه. إن الذي لا تفهمينه يا أنستي هو الذي لا أفهمه أنا، قد يملأ مجلدات ضخمة، ولكن هناك أشياء يمكن أن يفهمها كل إنسان. مثل ماذا؟ مثل الموت، الذي يجعل الأحياء لا يتحدثون عن الموت إلا بالخير، مع أن هذا قد لا يكون من الصدق في شيء. لقد سمعتك الآن وأنت تقولين لصديق النقيب هيستينغز إن أختك فتاة طيبة مستقيمة ليس لها علاقات بالرجال، وقد أدركت من نبرات صوتك أنك تريدين أن تقولي عكس هذا. وسواء أكنت مصيبا في هذا الإدراك أم مخطئا، فالمهم أني أريد أن أتحدث إلى شخص يعرف كل شيء عن بيتي ويذكر كل ما يعرفه بلا مجاملة أو مراوغة، حتى نستطيع أن نحدد موقفنا من هذه الجريمة. وصمتت الفتاة هنيها، كانت خلالها تحملق إلى وجه بوارو، وفجأة قالت: كانت بيتي فتاة حمقاء متهورة. وانحنى بوارو للفتاة في إعجاب وقال:
إنني أحب فيك هذه الصراحة يا أنسة برنارد، وقد صدق حدسي بأنك فتاة لا ينقصها الذكاء. كنت أحب بيتي كل الحب، ولكن هذا الحب لم يحجب عن عيني الحقيقة في أنها كانت غبية ومتهورة لا تعرف ما يضرها وما ينفعها. لم تكن بيتي قط شريرة بطبعها أو منحلة الأخلاق، وأحب أن تتأكد من هذه الحقيقة تماما. إنها لم تكن من النوع الذي يقضي نهاية الأسبوع مع أي رجل يدفع الثمن، لا مطلقا. كل ما في الأمر إنها كانت فتاة لعوبا في براءة، تحب أن تخرج مع الشبان إلى النزهات وإلى دور السينما وأن تسمعهم وهم يرددون عبارات الغزل لها. هذا هو كل ما في الأمر. هل كانت جميلة؟ تناولت ميغان من حقيبة يدها صورة صغيرة وقدمتها إلينا، وقد رأينا في الصورة وجها باسما لفتاة لا تستطيع أن تقول إنه جميل. وقال بوارو وهو يعيد الصورة إلى ميغان: إنها كبيرة الشبه بك. لا، كانت أجمل مني. حسنا، وكيف كانت علاقتها بالشاب دونالد فريزر؟ كانت تبادله الحب، ولكنه كان يحبها بجنون، بينما كانت تحبه باعتدال. وكثيرا ما كنت أخشى أن ينفض يديه منها يأسا بسبب تصرفاتها التي كثيرا ما أثارت المنازعة بينهما. هذا كل ما لدي من أقوال. طاب يومكما. ولكن بوارو أسرع يقول لها قبل أن تنصرف: مهلا يا أنستي، إن الجريمة التي ذهبت أختك ضحيتها ليست من الجرائم العادية التي تحدث كل يوم، إنها أخطر من هذا بكثير. ومن ثم أرجو أن تتريثي قليلا وتزيدي من تعاونك معنا. ثم راح يسرد عليها ما حدث في أندوفر ودليل السكة الحديد الذي وجدت نسخة منه في مسرح الجريمة الأولى ثم في مسرح الجريمة الثانية، وقرأ عليها الرسالتين اللتين تلقاهما من المجرم المجهول. فلما فرغ نظرت الفتاة إليه في دهشة وقالت: أتعني أن قاتل أختي رجل مجنون تطغى عليه شهوة سفك الدماء؟ تماما. آهن يا بيتي، بيتي يا للمسكينة، إذن لم يكن لها أي ذنب فيما حدث لها. إن في مقدورك الآن يا أنستي أن تحدثينا بكل ما تعلمين حتى نستطيع أن نقدم هذا القاتل إلى العدالة. نعم نعم، هذا ما ينبغي. إذن لنصل من قطع من حديثنا، لقد فهمت أن دونالد فريزر كان ناقما على تصرفات أختك، وأن المنازعات كانت تكثر بينهما بسبب غيرته الشديدة عليها. قالت ميغان بيرنارد بهدوء: سوف أضع ثقتي بك يا سيد بوارو، وأرجو ألا تخبر أحدا بما سأقوله لك عن أختي. الواقع أن دونالد من الشباب الهادئين الذين يتحملون كثيرا، ولكنهم يختزنون الإساءات ويكبتون المشاعر ثم ينفجرون بعنف شديد، وهذا ما كان يحدث مع أختي. كان شديد الغيرة عليها وكان يحبها بعنف، ولكن بيتي لم تكن لتحبه بمثل هذا العنف. كانت تحبه حقا، ولكنها لم تكن من النوع الذي يكتفي بحب شخص واحد فلا ترى غيره في الدنيا. وكانت بحكم عملها في المقهى كثيرة التعرف بالشبان والرجال، لا سيما في موسم الاصطياف. وأؤكد لك أن الأمر لم يكن يزيد بينها وبين أي شاب أو رجل على الخروج معه في نزهة قد تستغرق اليوم كله، أو الذهاب في صحبته إلى دار سينما. وبمعنى آخر، إنها لم تكن جادة في علاقتها بأي شخص آخر غير دونالد. وكثيرا ما كانت تقول إنها سوف تتزوجه في النهاية وتستقر معه في حياة زوجية سعيدة بعد أن أشبعت نفسها باللهو والمرح. ولكن دونالد فريزر لم يكن يفهم هذا الوضع، وإنما كان يفهم أنها كان عليها أن تحبه كما يحبها تماما بالقوة والإخلاص والتفاني نفسها. وقد أدى هذا الاختلاف في فهم الحب إلى منازعات شديدة بينهما. متى كان آخر هذه المنازعات؟ منذ شهر تقريبا. كنت قد عدت من عملي في نهاية الأسبوع عندما علمت أنهما تشاجرا بعنف
حتى لقد فزعت بيتي من دونالد، ولكني صالحتهما وأصرعت بتعنيف بيتي، وحاولت أن أبين لها خطأ ذلك التمادي في العبث واللهو مع الشبان الآخرين، وقد أكدت لي بدورها أنها تحب دونالد، وأن كل علاقاتها بغيره كانت مجرد صداقة بريئة وتسلية لا ضير فيها، وكانت قد تعودت بعد منازعة شديدة سابقة أن تكذب عليه أحيانا خوفا من إثارته، وقد حدثت هذه المنازعة الأخيرة لأن بيتي قالت إنها ستذهب لقضاء يوم مع صديقة لها، ولكن دونالد اكتشف أنها ذهبت إلى بلدة إيسيبورن مع صديق، وعلم أن هذا الصديق متزوج وأنه كان يخرج مع بيتي سرا، وهذا ما أثاره وأخرجه عن طوره، وقد احتجت بيتي على غضبه قائلة إنهما لم يتزوجا بعد، وأن من حقها أن تخرج مع من تشاء، وقد ضاعف هذا من ثورة دونالد حتى كان يرتعد ويصبح قائلا إنه سيضطر ذات يوم إلى ماذا يا أنسة برنارد؟ فقالت بصوت خافت إلى ارتكاب جريمة. وهذا ما يجعلك خائفة من الحديث في هذا الموضوع؟ إنني لم أكن لأظن أنه جاد في تحديده، ولا أعتقد لحظة أنه هو القاتل، ولكني كنت أخشى أن أتحدث بهذا كله فألفت إليه أنظار رجال المباحث، لاسيما وأن عددا كبيرا من الناس قد سمعوه وهو يقول هذا. فقال بوارو: لولا غرور المجرم المجهول الذي يبدو في وضعه دليل السكة الحديد كل مرة مع الجثة لتركزت الشبهات في دونالد فريزر فعلا. وفي تلك اللحظة دق جرس الباب الخارجي، فأطلت ميغان برأسها خلسة من النافذة ثم عادت تقول: إنه دونالد. فقال بوارو: دعيه يأتي إلينا أولا قبل أن يراه مفتش البوليس. وانفلتت ميغان حيث غابت لحظة، ثم عادت ومعها الشاب دونالد فريزر. أحسست بالعطف على الشاب حين رأيته مقبلا مع ميغان، ذلك أن وجهه الشاحب المرهق كان ينم عما يصطرع في أعماق نفسه من آلام وأحزان. كان وسيما رياضي الجسم، يكاد يبلغ طوله 180 سنتيمتر، بارز الوجنتين، له شعر أحمر كألسنة اللهب، وكان يقول لميغان وهو مقبل معها: ما هذا يا ميغان؟ لماذا تدخلينني هنا؟ لقد سمعت الآن فقط أن بيتي. وتهدج صوته ثم ترنح في وقفته، فقدم بوارو إليه مقعدا تهالك عليه وهو يقول في اضطراب: هل حقا ما سمعت؟ هل ماتت بيتي مقتولة؟ نعم يا دونالد. نعم. وبعد فترة صمت عاد يقول: وهل يقوم رجال المباحث بتحرياتهم الآن؟ إنهم في الطابق الأعلى الآن في غرفة بيتي، إنهم لا يعرفون من أليست لديهم أي فكرة عن. ثم توقف عن الحديث فجأة فسأله بوارو: ألم تخبرك بيتي أين كانت تنوي الذهاب ليلة أمس؟ بلى، قالت إنها ستذهب مع صديقة لها إلى بلدة سانت ليونارد. وهل صدقتها؟ فهتف دونالد بحرارة: ماذا تعني بحق السماء؟ وأربد وجهه بانفعالات عنيفة جعلتني أؤمن بأن بيتي كانت على صواب في تجنبها إثارة غضبه. وقال بوارو: إن سفاك دماء مجنونا قتل بيتي، ولكي نصل إلى الحقيقة يجب أن نلتزم الصراحة التامة في أحاديثنا. وهنا قالت ميغان: أجل يا دونالد، ليس هذا وقت العواطف، يجب أن تذكر كل ما تعرفه. ونظر دونالد بارتياب إلى بوارو وقال: من أنت؟ أنت لست من رجال المباحث العامة. قال بوارو بهدوء يوحي بأنه يؤمن تماما بما يقول: إنني خير منهم. فقالت ميغان: صارحه بكل شيء يا دونالد. فهدأت ثائرة دونالد وقال باختصار: إنني غير واثق بشيء، كنت قد صدقتها حين قالت لي ذلك، ولكني بدأت أتساءل فيما بعد،
بدأت أرتاب. لماذا؟ إنني الآن أشعر بالخجل من شكوكي في أمرها، وأيا كان الأمر فقد ذهبت إلى شاطئ البحر لأرقبها وهي تنصرف من المقهى، ولكنني تراجعت خشية أن تراني فتعلم أنني أراقبها. إذن ماذا فعلت؟ ذهبت إلى سانت ليونارد حيث بلغتها في 8 مساء، ثم بدأت أراقب جميع السيارات العامة الآتية من بيكسي هيل آملا في أن أراها وهي تهبط مع صديقتها من إحداها، ولكني لم أرها. ثم ماذا؟ يأست أخيرا من لقائها فعدت. في أي وقت؟ لا أدري، لقد عدت ماشيا، ولا شك أن ليلى كان قد انتصف حين بلغت مسكني. ثم؟ وهنا فتح باب المطبخ ودخل المفتش كيسلي قائلا: أنت هنا؟ وشق المفتش كروم طريقه بسرعة وألقى نظرة سريعة على ميغان ودونالد، وعندئذ قدمهما بوارو إليه قائلا: الآنسة ميغان برنارد والسيد دونالد فريزر. ثم قال للشاب والفتاة موضحا: وهذا المفتش كروم من سكوتلاند يارد. واستدار نحو المفتش وأردف قائلا: كنت في أثناء تحرياتك في الطابق العلوي أتحدث إلى الآنسة ميغان والسيد دونالد آملا في أن أجد شيئا يلقي بعض الضوء على الجريمة. فقال كروم وهو مشغول الفكر عن الشاب والفتاة: حسنا. وتراجع بوارو إلى الصالة وأسرعت وراءه حيث قلت له: هل وصلت إلى شيء؟ عرفت فقط يا هيستينغز أن القاتل على جانب كبير من الاعتزاز بالنفس، ولم أجد الشجاعة الكافية لأقول له إنني لم أفهم شيئا. وعقدنا مؤتمرا آخر من سلسلة المؤتمرات التي عقدناها لبحث موضوع ذلك القاتل الخفي ABS، وكان هذا المؤتمر الأخير خاصا بتقرير ما إذا كان ينبغي أو لا ينبغي أن نعلن على الرأي العام موضوع الرسائل التي بعث بها المجرم المجهول إلى بوارو، ذلك أن جريمة بيكسي هيل كان لها أثر في الرأي العام، لأنها أولا وقعت في مصيف مزدحم بالمصيفين، وثانيا لأن الضحية فيها كانت هذه المرة فتاة شابة على جانب من الجمال. وبعد مناقشات طويلة اتفقنا على أن المجرم المجهول يعاني نوعا من جنون العظمة، وأنه لم يرتكب هذه الجرائم ويرسل إلى بوارو هذه الرسائل إلا سعيا وراء نوع من الشهرة التي تردي غروره المكبوت. وانتهينا أخيرا إلى قرار مؤداه أن ننتظر، فإذا أرسل إلى بوارو رسالة ثالثة يحدد فيها المكان والزمان اللذين سيرتكب فيهما جريمته الثالثة، أعلننا على الناس جميعا كل شيء عنه حتى يأخذ الجميع حذرهم ويصبح من العسير عليه تنفيذ جريمته، كما يمكن الإيقاع به إذا هو حاول تنفيذها. وإني لا أتذكر بوضوح وصول الرسالة الثالثة التي كتبها ذلك المجرم المجهول الذي يرمز لنفسه بالأحرف الهجائية الثلاثة ABS. وصلت الرسالة الثالثة في يوم جمعة مع بريد الساعة 10 مساء، فما إن سمعت طرقات ساعي البريد المعهودة حتى وثبت مسرعا وهرعت إلى صندوق بريد بوارو الخاص، حيث وجدت فيه 4 أو 5 رسائل بينهما رسالة مكتوبة على الآلة الكاتبة تماما كسابقتيها، وهتفت قائلا وأنا أنطلق بها إلى بوارو: بوارو، لقد وصلت الرسالة. فصاح قائلا: افتحها يا هيستينغز بسرعة. وفضلت رسالة ورحت أقرأها بصوت مسموع: أيها المسكين بوارو، هل أدركت الآن أنك لست بارعا في القبض على المجرمين وفي الكشف عن الجرائم الغامضة كما كنت تظن؟ يبدو أن الشيخوخة قد ركبتك. حسنا، لنرى ماذا يمكن أن تفعل هذه المرة، سأجعل الأمر سهلا جدا. موعدنا في يوم 30 من هذا الشهر في بلدة سيرستون، حاول أن تفعل شيئا فإنني بدأت أشعر بالملل وأنا أتجول في الميدان بمفردي، أرجو لك التوفيق. صديقك ABS. ووثبت قائلا
وأنا أفتح دليل السكة الحديد على حرف إس. سيرستون، ترى أين تقع؟ وسمعت بوارو يقول بانفعال: هيستينغز، متى كتب هذا الخطاب؟ هل عليه تاريخ الإرسال؟ فنظرت إلى رسالتي في يدي وقلت: أجل، إنها تحمل تاريخ يوم 27. وهل حدد موعد جريمته الثالثة اليوم 30؟ أجل. يا إلهي، هل نسيت أننا في اليوم 30 فعلا؟ ونظرت إلى نتيجة الحائط ثم قلت: عجبا، ولكن ما معنى؟ واختطف بوارو الظرف من يدي وقرأ العنوان المكتوب عليه: السيد هركيول بوارو، عمارات هوايت هورس، ثم قرأ ملاحظات موظف البريد المكتوبة في أركان الظرف: غير موجود في عمارات هوايت هورس، ويجرى البحث عنه في هوايت هورس كورت، ثم يعاد البحث عنه في عمارات هوايت هيفن. وكان بوارو يقيم في مسكن بعمارات هوايت هيفن. وغمغم بوارو قائلا في انزعاج شديد: يا للسماء، هل الأقدار تساعد هذا المجرم فتجعله يكتب العنوان خطأ، ثم تأتي الرسالة متأخرة عن موعدها 3 أيام؟ أسرع أسرع، يجب أن نتصل بسكوتلاند يارد فورا. وبعد لحظة كان بوارو يتصل تلفونيا بالمفتش كروم، الذي قال إنه سيتصل فورا ببلدة سيرستون. ووضع بوارو السماعة ثم قال وهو ينظر في ساعته: الساعة الآن 10:30، ويبقى على منتصف الليل 1:40. ترى هل نستطيع أن نصل إلى سيرستون قبل منتصف الليل؟ وهل ذلك المجرم المجنون لم يرتكب جريمته بعد؟ ففتحت دليل السكة الحديد وقلت وأنا أقرأ فيه: بلدة سيرستون تقع على البحر بإقليم ديفون، تبعد عن بادينغتون 328 كيلومترا، وعدد سكانها 656 نسمة. إنها محدودة السكان جدا، ولابد أن أي شخص غريب يدخلها سيلاحظه السكان فيها. إذن هذا لن يمنع وقوع جريمة قتل أخرى. ما موعد القطارات المارة بها؟ هناك قطار منتصف الليل به مركبة نوم يصل في 6:08 إلى نيوتن، وفي 7:15 صباحا إلى سيرستون. لسوف نركب هذا القطار يا هيستينغز. وبينما كان بوارو يتصل تلفونيا مرة أخرى بسكوتلاند يارد، أسرعت أنا بوضع بعض الحاجيات الضرورية في حقيبة السفر. ولما عاد بوارو قال: إن بعض رجال سكوتلاند يارد سيلتقون بنا على رصيف المحطة، وأنه يحسن بنا أن نأخذ معنا الرسالة الثالثة ليطلعوا عليها. وكان المفتش كروم أول من رأيناه على رصيف المحطة، وقد قال مجيبا على نظرة بوارو المتسائلة: لا، لم تصلنا أي أنباء بعد، إن رجالنا قد حذروا بالتليفون جميع الأشخاص الذين تبدأ أسماءهم بالحرف إس في تلك البلدة. لا تزال الفرصة سانحة أمامنا. أين الرسالة؟ وبعد أن فحصها صفر منزعجا وهو يقول: يا لسوء الحظ، إن النجوم في سمائها تساعد هذا اللعين ضدنا. وحينما كان القطار يتحرك من المحطة، لمحنا أحد رجال المباحث يسرع نحونا، ثم ينقر على نافذة المقصورة التي جلسنا فيها، فأسرع كروم وفتحها قائلا: ماذا؟ هل وصلت إليكم أنباء ما؟ ولم نسمع ما قاله الرجل، ولكن وجه كروم كان شديد التجهم وهو يلتفت إلينا قائلا: لقد عثروا على السيد سير ميكال كلارك مقتولا بضربة على مؤخرة رأسه. وكنا جميعا نعرف السيد سير ميكال كلارك، أخصائي أمراض العيون الذي لم يكن مشهورا جدا بين الطبقات الشعبية، وكان قد تقاعد عن العمل بعد بلوغه سن 60 ليتفرغ لهوايته الخاصة، وهي جمع التحف الخزفية الثمينة المصنوعة في الصين، لا سيما القديمة منها. قد ورث عن عمه ثروة طائلة أتاحت له فرصة الحصول على الشيء الكثير من هذه التحف من مختلف المزادات العالمية، وكان متزوجا ولكنه لم ينجب أطفالا، وكان يعيش في منزل خاص
على شاطئ البحر في إقليم ديفون، ولا يذهب إلى لندن إلا نادرا، وكان من الواضح أن مقتله سوف يثير في الرأي العام وفي الصحافة بوجه خاص ضجة كبيرة، لا سيما وقد وقعت الجريمة في شهر آب أغسطس، حيث يكون معظم الناس متلهفين إلا ما يشغل أذهانهم. تقع بلدة سيرستون بين مصيف بيركسهام من جهة وبانتون تركاي من جهة أخرى، وكانت قبل 10 سنوات مجرد ملعب للجولف، وعلى الأصح ساحة لملاعب الجولف في تلك المنطقة، إلا أنها في السنوات الأخيرة نمت وزحف العمران عليها، وأقيمت فيها المنازل والشوارع والفيلات المتناثرة على الشاطئ. وكان السيد سير ميكال كلارك قد اشترى قطعة أرض تشرف على البحر من ربوة عالية، وأقام فيها منزلا على الطراز الحديث يحتوي على مسكن خاص لصاحبه، وجناحين يحتويان على مجموعات التحف الثمينة التي يهوى جمعها. وقد وصلنا إلى ذلك المكان في 8 صباحا، حيث وجدنا أحد رجال الشرطة المحلية في استقبالنا على المحطة، وهو الذي زودنا بالمعلومات الأولى عن الحادث. علمنا منه أن السيد سير ميكال كان قد اعتاد أن يقوم بجولة على قدميه بعد العشاء كل ليلة، ولما اتصل رجال الشرطة بمنزله تلفونيا ليحذروه، وكان ذلك بعد 11 مساء، علموا أنه لم يعد بعد من جولته. ولما كان خط سيره معروفا فإن البحث عنه لم يستغرق فترة طويلة، إذ ما لبث أن عثر رجال الشرطة على جثته في مكان ما من الطريق الذي اعتاد أن يتجول فيه. وكانت الوفاة نتيجة ضربة عنيفة أصابت مؤخرة رأسه، وبجانب الجثة وجدوا دليل ABS للسكة الحديد موضوعا في وضع مقلوب. ووصلنا إلى البيت في نحو 8:10، حيث فتح لنا الباب خادم هرم كان الحزن الشديد واضحا على وجهه، وقد حياه رجل الشرطة المحلية بقوله: طاب صباحك يا ديفريل. طاب صباحك يا سيد ويلز. هؤلاء هم السادة الوافدون من لندن. تفضلوا أيها السادة. ومضى أمامنا عبر قاعة كبيرة للطعام، كان على مائدة فيها صحفة عليها وجبة فطور كاملة، ثم قال: لسوف أستدعي السيد فرانكلين. وبعد لحظة أقبل رجل كبير الجسم أشقر الشعر ملوح الوجه بوهج الشمس، وكان هذا كما علمنا السيد فرانكلين كلارك شقيق المتوفى، وكان يبدو عليه من تصرفاته الثابتة أنه رجل اعتاد أن يواجه مثل هذه المواقف العصيبة بثبات. وقام السيد ويلز رجل الشرطة المحلية بعملية التقديم، وصافحنا فرانكلين كلارك كلا منا على حدة وهو يزودنا بنظرات حادة نافذة. وبعد أن أصغى السيد كلارك إلى حديث المفتش كروم عن رسالة ABS وعن جرائمه، قال: سيقدم إليكم السيد ويلز فكرة عامة عن حادث الأمس، أما من ناحيتي فإني لا أكاد أصدق ذلك الحديث عن المجرم المجهول الذي يسمي نفسه ABS. هل تريد مني يا سيد المفتش كروم أن أصدق أن أخي مات قتيلا بيد مجرم مجنون ارتكب جريمتين قبل ذلك، وأنه يختار ضحاياه حسب الترتيب الهجائي لأسمائهم، وأنه يضع بجانب كل ضحية دليل ABS للسكة الحديد؟ فقال المفتش كروم: هذه هي الحقيقة بقدر ما نعرفه حتى الآن يا سيد كلارك. لكن لماذا؟ ما الفائدة التي يمكن أن تعود من مثل هذه الجرائم حتى على أشد الناس جنونا؟ فأومأ بوارو برأسه موافقا وقال: أحسنت التعبير يا سيد كلارك، هذا هو السؤال الذي يحيرنا جميعا. فقال المفتش كروم: لا جدوى الآن من البحث عن دافع الجريمة يا سيد كلارك، هذه مهمة علماء النفس، وإن كنت شخصيا أعرف أن الجرائم التي يرتكبها المجانين ليس من الضرورة أن تكون لها دوافع معقولة، فمثلا هناك دافع الرغبة عند البعض في إثبات وجودهم أمام الناس وفي إثارة ضجة ضخمة حول أسمائهم،
أو أن يصبحوا مشهورين بأية وسيلة بدلا من بقائهم نكرات. والآن أتسمح لي يا سيد كلارك أن تذكر لي بعد ما تعرفه من حقائق عن ظروف أخيك وتجيب عن بعض ما سأوجهه إليك من أسئلة؟ بالتأكيد بالتأكيد. هل كان أخوك في حالة صحية ومعنوية طبيعية أمس؟ ألم يتسلم رسائل غير منتظرة؟ ألم يحدث ما أشاع الاضطراب في نفسه؟ نعم لم يتسلم. أستطيع أن أقول إنه كان في حالة طبيعية من جميع الوجوه. ألم يكن هناك ما يثير قلقه واضطرابه؟ إن القلق والاضطراب يا سيدي المفتش من الحالات الطبيعية التي كان يعيش فيها أخي بصفة دائمة. لماذا؟ لعلك لا تعرف أن زوجته ميسيس كلارك في حالة صحية مؤلمة، ويمكن القول فيما بيننا إنها تعاني سرطانا لا يرجى شفاؤه ولا ينتظر أن تعيش طويلا، وكانت حالتها الصحية هذه تثير الألم في نفسي أخي دائما، وأنا نفسي فوجئت بالتغيير الكبير الذي طرأ علي عندما عدت من الشرق الأقصى بعد غيبة طويلة. هل كان أخوك معتادا القيام بجولة على قدميه كل ليلة؟ بالتأكيد فيما عدا الليالي المطيرة. وهل جميع المقيمين في البيت معك يعرفون عنه هذه العادة؟ بالتأكيد. وسكان البلدة؟ على وجه الدقة ليس لدينا بلدة بالمعنى المفهوم، كل ما في الأمر أن لدينا مكتب بريد وبضعة بيوت وشوارع قليلة، ولكن ليس ثمة محلات ولا منافع عامة يمكن أن تتكون منها بلدة. وفي هذه الحالة يمكن بسهولة أن يثير الانتباه أي غريب يدخل هذه المنطقة ويتجول فيها. على العكس، فإن هذه المنطقة في شهر آب أغسطس تكون عادة مزدحمة بمختلف أنواع الأشخاص الغرباء. إنهم يفدون من بريكسهام وتركي وبايتون في السيارات وفي الحافلات وعلى الأقدام. إذن فأنت ترى أن وجود غريب في هذه الناحية لا يثير انتباه أحد. أجل، إلا إذا كان شاذ التصرفات مخبولا أو مجنونا مثلا. فقال المفتش كروم بلهجة التأكيد: إن ذلك المجرم لا يبدو مجنونا أو شاذ التصرفات أمام الناس، وأعتقد أنه جاء أولا لاستكشاف هذه المنطقة ورسم خطته لارتكاب الجريمة ومعرفة عادة السيد سير ميكال كلارك في التمشي كل ليلة. وبهذه المناسبة، ألم يأتي رجل غريب أمس ليسأل عن السيد كلارك؟ لا أعرف على وجه اليقين، ولكن يمكننا أن نسأل ديفريل. ورن الجرس فأتى الخادم الهرم ووجه إليه ذاك السؤال، فقال الخادم مجيبا: لا يا سيدي، لم يحضر أحد لمقابلة السيد كلارك، ولم ألاحظ وجود شخص غريب بالقرب من القصر، وكذلك الخادمات لم يرين شيئا لأني سألتهن. حسنا يا ديفريل، يمكنك أن تنصرف. وانسحب ديفريل إلى الباب، حيث أفسح الطريق لفتاة شابة أقبلت في تلك اللحظة ونهض فرانكلين كلارك عند دخولها وقال يقدمها: هذه هي الآنسة تورا غراي، أيها السادة سكرتيرة أخي. ولفت انتباهي فورا بياض بشرتها الناصع الذي يشبه بياض سكان الدول الإسكندنافية، وكان شعرها ذهبيا فاتح اللون جدا كشعر معظم النساء النرويجيات والسويديات، وكذلك كانت عيناها خضراوين فاتحتين، ولبشرتها ذلك الصفاء المتألق الذي يبلغ حد الشفافية ويمتاز به سكان المناطق الشمالية من أوروبا بوجه عام. ومن ناحية السن كانت تبدو في 27، كما لاح أنها على كفاية ممتازة بجانب جمالها اللافت للنظر، وقالت هي تتخذ مجلسها: هل أستطيع أن أقدم إليكم أي مساعدة أو خدمة؟ فسألها كروم قائلا: هل كنت تشرفين على مراسلات السيد سير ميكال؟ أجل كلها. أعتقد أنه لم يستلم رسالة أو أكثر موقعة بالحروف ABS. ABS؟ لا لا، إنني لواثقة تماما بأنه لم يتسلم رسالة موقعة بمثل هذه الأحرف. نعم، ألم يذكر في معرض حديثه ذات مرة أنه رأى شخصا يتسكع في طريق جولته المسائية؟
لم يذكر قط شيئا من هذا القبيل. وأنت ألم تلاحظي وجود أحد الأشخاص الغرباء بالقرب من القصر في الأيام الأخيرة؟ رأيت كثيرا من الغرباء يمرون بالقرب من القصر، فمن المعتاد أن تكثر وفود بعض المصيفين في هذه المنطقة. وطلب المفتش كروم أن يذهب إلى المنطقة التي اعتاد السيد سيرميكل أن يتمشى فيها كل ليلة، فمضى فرانكلين أمامنا وخرجنا من باب الشرفة ومعنا الآنسة غري، وكنت أنا وهي في المؤخرة، ثم قلت لها على انفراد: لا شك أن ما حدث كان صدمة عنيفة لكم جميعا. أنا لا أكاد أصدق ما حدث، لقد آويت إلى فراشي أمس وما كدت أستغرق في النوم حتى دق رجال الشرطة جرس الباب الخارجي، وسمعت وقع أقدام هابطة فنهضت لأرى ما حدث. رأيت ديفريل والسيد كلارك يحملان المصابيح للمضي إلى الخارج. ما الوقت الذي اعتاد السيد كلارك أن يعود فيه من جولته المسائية؟ في العاشرة إلى ربع كالمعتاد، وكانت عادته أن يدخل بمفرده من باب جانبي حيث يمضي إلى فراشه أحيانا فورا، وفي أحيان أخرى يقصد إلى أحد الجناحين اللذين يضمان تحفه الثمينة، ولولا أن رجال الشرطة اتصلوا تلفونيا ليسألوا عنه لما اكتشف أحد غيابه إلا في صباح هذا اليوم. لا شك أن الحادث كان صدمة رهيبة لزوجته المسكينة. إن السيدة كلارك تكاد تعيش في شبه غيبوبة بسبب المورفين الذي يعطى لها لتسكين آلامها، وأعتقد أنها في حالة لا تكاد تسمح لها بمعرفة ما يجري تماما. وسرنا في ممر يؤدي إلى شاطئ البحر، فقال فرانكلين كلارك: هذا هو الطريق الذي كان يتمشى فيه أخي كل مساء، كان يأتي إلى هذه البقعة حيث يستريح قليلا ثم يعود من الممر نفسه، ولكنه بدلا من أن ينحرف في نهايته شمالا ينحرف يمينا فيسير في بعض الحقول حتى يعود إلى القصر. وأومأ كروم برأسه: وعدنا من الطريق الذي اعتاد السيد سيرميكل أن يعود منه حتى وصلنا إلى نقطة في منتصف المسافة الباقية على الوصول إلى القصر، وفي جانب من أحد الحقول حيث عثر رجال الشرطة على جثة المجني عليه. وأومأ كروم برأسه قائلا: كان الأمر سهلا جدا، لقد تربص القاتل المجهول لأخيك من وراء هذه الشجرة ثم فاجأه من الخلف، وعدنا إلى البيت حيث علمنا أن الجثة حملت منه بعد أن تم تصويرها، وبينما نحن نصعد السلم الواسع رأيت الطبيب يخرج من إحدى الغرف وفي يده حقيبته السوداء، فسأله كلارك قائلا: هل لديك ما تقوله لنا يا دكتور؟ فهز الدكتور رأسه وقال: الحالة واضحة وسوف أحتفظ بالتفصيلات لجلسة التحقيق، ولكني أؤكد أن المجني عليه لم يتعذب لحظة، فقد كان الموت مباغتا سريعا. ثم أردف قائلا: لسوف أصعد لأرى السيدة كلارك. وأقبلت ممرضة المستشفى من نهاية الدهليز، فمضى الطبيب إليها وصاحبها. غادر السيد ألكسندر بونابارتي سوست، غادر مسرح تركي مع الخارجين بعد أن استمتع بمشاهدة الفيلم العاطفي العصفور، ورمش بعينيه في شمس ما بعد الظهيرة وتلفت حوله كعادته كما يفعل الكلب الضال في الحياة، وانطلق باعة الصحف من حوله يصيحون: آخر طبعة، جريمة سيرستون. فابتاع سوست نسخة من إحدى الصحف ولكنه لم يتصفحها فورا، ومضى إلى حدائق إبرنسيس جاردنز حيث صار في بطء وتمهل إلى مقعد يواجه ميناء تركي، فجلس عليه وفتح الصحيفة حيث واجهته العناوين الرئيسية بهذه الأنباء: مصرع السيد سيرميكل كلارك، مأساة رهيبة في بلدة سيرستون. وتحت هذا كله قرأ ما يلي: روعت البلاد منذ شهر بمصرع الفتاة الشابة الحسناء بيتي برنارد في مصيف بيكس هيل، ولعلنا نذكر أنه وجد بجانب الجثة دليل ABS للسكة الحديد، وكذلك عثر رجال المباحث على دليل من هذا النوع بجانب جثة السيد سيرميكل، ومن ثم يرى رجال المباحث أن مرتكب الجريمتين مجرم واحد، فهل يمكن أن يكون ثمة مجرم مجنون يعيث فسادا في مصايفنا؟ وغمغم شاب في قميص ملون
وبنطال رمادي كان جالسا بالقرب من سوست قائلا: شيء مزعج. وأجفل السيد سوست في جزع، ولكنه تمالك نفسه وقال: آه أجل أجل. ولاحظ الشاب أن يدي الرجل الكهل الجالس بجانبه ترتعدان بحيث كان عاجزا عن إمساك الصحيفة بهما. إن الإنسان لا يستطيع أن يواجه مجرما مجنونا كهذا بالطرق المألوفة. آه أعتقد هذا. ويلوح أن الحرب هي المسؤولة عن كثرة هذه الإصابات العقلية. أظن ذلك، إنك على حق في هذا. وضحك سوست ضحك عاليا ولمدة طويلة، وجزع الشاب بعض الشيء وقال لنفسه: إن الرجل مجنون. ثم قال بصوت مسموع: إنني آسف يا سيدي، أعتقد أنك اشتركت في الحرب الأخيرة. أبدا، إن الصداع يلازمني دائما بشكل لا يحتمل. أوه إنني آسف لهذا. وفي بعض الأحيان لا أكاد أعرف ما أفعله من فرط الألم. فقال الشاب وهو ينهض مسرعا: أحقا؟ آه يجب أن أمضي الآن، فإني على موعد. وبقي سوست في مكانه، وأخذ الناس يسيرون أمامه ذهابا وجيئة، وكان معظمهم يتحدثون عن الجريمة. طوى السيد سوست صحيفته ودسها في جيبه ونهض في طريق العودة إلى المدينة، ورأى في طريقه فتيات كثيرات ضاحكات يغازلن الشباب والرجال الذين يمرون بهن في الطريق بالنظرات والابتسامات، ولكن لم تفكر واحدة منهن في أن تلقي مجرد نظرة واحدة على السيد سوست، بينما كانت الصحف تحذر الناس من المجرم المجهول وتكتب بالخط العريض: إنه قد يكون بجانبك الآن. كان بوارو من جانبه قد قرر أن يعقد اجتماعا مع أقرب الناس إلى الضحايا الثلاث ليتحدث إليهم، وليحاول أن يعتصر منهم كل ما يمكن من أن يكون مختزنا في ذاكرتهم. وكان الذين أرسل يدعوهم إلى الحضور هم ماري دراوز ابنة أخت السيدة أسكر، وميغان برنارد أخت بيتي برنارد، ودونالد فريزر، وتورا غراي، وفرانكلين كلارك. وفي اليوم المحدد للاجتماع وصل كلارك أولا، وقبل الموعد بنحو نصف ساعة بناء على رغبة بوارو. وقد قال بعد أن تبادلنا معه التحية واستقر في مجلسه: أنا يا سيد بوارو غير مطمئن إلى كفاءة المفتش كروم. أعتقد أن هذه الجرائم تحتاج إلى عبقرية بوليسية خاصة، ولولا المشاغل الكبيرة التي ينبغي أن أقوم بها بعد وفاة أخي لخصصت وقتا أطول لكي أضع نفسي تحت أمركم، ولكي أتعاون معكم على منع وقوع الجريمة الرابعة. إذن فأنت ترى أن المجرم سيستمر في ارتكاب جرائمه حسب ترتيب الحروف الهجائية، ألا ترى أنت هذا؟ بكل تأكيد. إذن يجب أن ننظم أنفسنا لمقاومته. ألديك اقتراح في هذا الشأن؟ ما دمنا نحن أقارب المجن عليهم سنجتمع الليلة هنا، فلماذا لا نكون فيما بيننا فرقة خاصة تعاون رجال المباحث في الإيقاع بالمجرم الرهيب؟ فكرة جيدة، وهل تقترح أن تنضم الآنسة غراي إلى هذه الفرقة؟ على الرغم من أنها ليست قريبة لأحد المجن عليهم. فاضطرم وجه كلارك وقال: أعتقد أنها ستعاوننا كثيرا، لأنها عملت مع أخي سنتين، وهي تعرف المناطق المجاورة لمسرح الجريمة الأخيرة معرفة تامة، كما تعرف معظم المقيمين فيها بصفة دائمة. أما أنا فقد كنت غائبا عن البلاد فترة طويلة تبلغ نحو عام ونصف العام. كنت في الشرق، في الصين، أليس كذلك؟ بلى، كنت أشتري لأخي مجموعات التحف الخزفية الثمينة التي تعرض في الأسواق العالمية، لا سيما في الصين نفسها. وبعد نصف الساعة كنا جميعا نجلس حول مائدة الاجتماع، وكانت الفتيات الثلاث يختلفن من ناحية المظهر والشكل اختلافا كبيرا. فتورا غراي صارخة الجمال ناصعة البياض، وميغان برنارد خمرية ذات شعر أسود أثيث ووجهها الجامد التعبير شبيه بوجوه الهنود الحمر، وماري دراور بثوبها الأسود المتواضع ووجهها الذي ينم عن البراءة والذكاء. أما الرجل فرانكلين كلارك بجسمه الكبير وبوجهه الملوح
ولباقته في الحديث، فقد كان يختلف كثيرا عن دونالد فريزر الهادئ الرزين الخجول. وبدأ بوارو يتحدث قائلا: أيها السادة والآنسات، أنتم تعرفون الغرض من اجتماعنا هنا، فعلى الرغم من أن رجال الشرطة لا يألون جهدا في أداء واجبهم للقبض على ذلك المجرم المجهول، إلا أنني أعتقد أن اتحادنا نحن أصحاب الشأن في هذه الجرائم قد يؤدي إلى كشف بعض الغموض الذي يكتنف هذه الجرائم. وبعد فترة صمت استطرد يقول: نحن الآن أمام ثلاث جرائم راح ضحيتها سيدة عجوز وفتاة في ميعة الصبا ورجل كهل، ولا يربط بينهم جميعا إلا أن الجاني عليهم رجل واحد، وهذا يعني أن هذا الشخص الواحد كان موجودا في أماكن الجرائم الثلاثة. وليس من شك أيضا في أن الشخص، وقد يكون امرأة، على جانب كبير من الدهاء على الرغم من اختلال عقله، وذلك لأنه استطاع حتى الآن أن يفلت من أيدينا ودون أن يترك وراءه أي أثر يقودنا إليه. وصمت بوارو هنيهة أخرى قبل أن يستطرد قائلا: إلا أن هناك معالم يمكن أن تحدد شخصية ذلك المجرم المجهول، فمثلا إنه لم يذهب إلى بيكسهيل في منتصف الليل ثم يجد أمامه فتاة يبدأ اسمها بالحرف بي على الشاطئ جاهزة للقتل، لابد أنه كان هناك نوع من التمهيد وحرية الاختيار، أي لابد أنه قام بعملية استطلاعية لمسرح الجريمة. كان عليه أولا أن يتأكد من بعض الحقائق، وكان عليه أن يحدد أفضل وقت يرتكب فيه جريمة أندوفر، وكان يعرف خير مكان يرتكب فيه جريمة بيكسهيل، وأن يلتزم بعادات السيد سير ميكال كلارك. ولهذا قل له: أعتقد أنكم في مجموعكم تعرفون أشياء في قرارة أنفسكم دون أن تدركوا أنكم تعرفونها. ولما ارتسمت الدهشة وعدم الفهم على وجوهنا جميعا، ابتسم بوارو وقال: إن العقل قد يختزن معلومات غامضة لا تظهر إلا بالحديث والمناقشة، وإذا كان موضوع المناقشة محددا فربما كان في ذهن كل منكم جزء معين بشأن هذا الموضوع، والحديث وحده هو الذي يجمع هذه الأجزاء لكي تتضح جميعا في صورة واحدة. ولهذا أرجو من كل منكم أن يعتصر ذاكرته ليتذكر كل ما يمكن أن يتذكره قبل وقوع كل جريمة. ولنبدأ بالسيد كلارك. فقال كلارك وهو يمر بيديه على جبينه: ماذا فعلت في صباح اليوم الذي قتل فيه أخي؟ ذهبت للصيد في زورق شراعي، وقد اصطدت 8 سمكات كبيرة من نوع الماكريل، وكان الجو صحوا، وعدت إلى البيت في موعد الغداء ونمت، ثم استيقظت وشربت الشاي وكتبت بعض الرسائل، وفاتني وضعها في الصندوق في الموعد المناسب، فركبت السيارة إلى بلدة بابيتون لأصدرها، وعدت في موعد العشاء، وإني لأشعر بالخجل حين أقول إنني قرأت للمرة الثانية كتاب مغامرات نسبيت الذي كنت شغوفا به منذ عهد التلمذة. ثم رن جرس التليفون. لا داعي لأن تذكر ما حدث بعد هذا لأنه لا يهم، المهم هو أن تذكر هل رأيت أحدا وأنت في طريقك إلى الصيد صباحا؟ كثيرا من الناس. هل يمكنك أن تتذكر شيئا عنهم أو عن بعضهم؟ لا شيء الآن. والتفت بوارو إلى الآنسة جري وقال لها: وأنت يا آنسة جري؟ فقالت بصوتها الواضح الرزين: فرغت مراسلات السيد سيرميكال في الصباح، وتحدثت إلى مديرة البيت في البرنامج اليومي، وكتبت بعض الرسائل، وانشغلت بعد الظهر ببعض أشغال الإبرة، والواقع أنني من العسير أن أذكر كل شيء، فقد كان اليوم من الأيام الرتيبة العادية، وأخيرا آويت إلى فراشي في ساعة مبكرة. وأنت يا آنسة برنارد، ألا يمكنك أن تتذكري ما حدث في آخر مرة رأيت فيها أختك؟ رأيتها قبل وفاتها بأسبوعين، وكنت قد عدت إلى البيت لأقضي نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد،
وكان الجو لطيفا، فذهبنا إلى المصيف حيث سبحنا. وعن أي شيء كان حديثكما معظم الوقت؟ عنفتها كثيرا عن ميلها إلى اللهو والعبث بلا تحفظ. وماذا أيضا؟ عن أي شيء كان حديثها هي؟ تحدثت عن ضيق ذات يدها، وعن قبعة جديدة، وفستانين للصيف، وعن دونالد قليلا، وقالت أيضا إنها لا تحب زميلتها في العمل ميلي هيغلي. وضحكنا كثيرا عن تصرفات الآنسة مارون مديرة المقهى، ثم لا أتذكر أكثر من هذا. معذرة يا سيد فريزر، ألم تذكر لك أختك يا آنسة برنارد أي شيء عن رجل ما كانت تنوي أن تقابله؟ فقالت ميغان بصوت جاف، إنها ما كانت لتجرؤ أن تقول لي شيئا من هذا القبيل. واستدار بوارو إلى دونالد فريزر بشعره الأحمر وقال: السيد فريزر، عندما ذهبت لانتظار بيتي حتى تخرج من المقهى، ألم تشاهد أحدا لفت نظرك بصفة خاصة؟ لم أشاهد أحد، لا لم أشاهد، فقد كان المصيفون كثيرين. ألم يلفت نظرك شخص معين منهم؟ حاول أن تتذكر. فقال الشاب بعناد: لم أرى غير أشخاص عاديين، ولم يكن بينهم واحد يلفت النظر. وأنت يا ماري دراور، أعتقد أن خالتك كانت تراسلك. أجل يا سيدي. متى أرسلت إليك آخر رسالة؟ فكرت ماري هنيها قبل أن تجيب قائلة: قبل وفاتها بيومين. وماذا قالت فيها؟ قالت إن الشيطان الهرم، تعني زوجها، حاول أن يبتز منها مبلغا من المال زيادة على المبلغ المتفق عليه، ولكنها أفزعته وجعلته يهرب من وجهها، وأنها كانت تتوقع حضوري إليها يوم الأربعاء يوم عطلتي الأسبوعية لنذهب معا إلى السينما، وكان ذلك يوم عيد ميلادي أيضا يا سيدي. وطفرت الدموع من عيني ماري، ولكنها سرعان ما تمالكت نفسها وقالت: معذرة يا سيدي، لقد غلبني الحزن على أمري، إن بعض الذكريات. فقال كلارك: أنا أدرك شعورك يا آنسة دراور، فإن بعض الذكريات العادية قد يكون لها أكبر الأثر في النفس. وهنا هتفت ميغان قائلة بشيء من الحماس: هذه هي الحقيقة، نعم هذا ما يحدث حقا، لقد حدث الشيء نفسه لأمي، ذلك أن أمي كانت قد اشترت جوربين لتقدمهما إليها هدية، اشترتهما في يوم مصرعها، وقد رأيت أمي بعد ذلك وهي تمسك بالجوربين وتبكي بحرارة وتقول: اشتريت هذين لبيتي، ولكنها لم ترهما. وبادرت تورا غري إلى تغيير مجرى الحديث قائلة: ألم تفكر في وضع خطة معينة للمستقبل؟ فقال بوارو: إن لدي بعض الاقتراحات، وأعتقد أن الجرسونة ميلي هيغلي ربما تعرف شيئا قد يفيدنا في هذا الموضوع. فقال كلارك وهو يكتب: ميلي هيغلي. وأقترح طريقتين لاستدراجها إلى الحديث: إما أن تثيرها الآنسة ميغان حتى تدفعها إلى الإفضاء بكل ما تعرفه عن بيتي، وعندئذ قد نعرف الرجل المجهول الذي قيل أنها تنزهت معه مرتين، وإما أن يتقرب السيد فريزر إليها ويتظاهر بمغازلتها ويستدرجها للحديث عن بيتي في هذا الشأن. وهنا قال دونالد فريزر: هل هذا إجراء ضروري؟ لا ليس ضروريا، ولكنه مجرد محاولة. وعندئذ أسرع فرانكلين كلارك يقول: هل أجرب أنا هذه الطريقة مع ميلي هيغلي يا سيد بوارو؟ فإن لي وسائلي الخاصة في الحديث الجذاب إلى الفتيات. وقالت تورا غري بحدة: وهل لديك وقت فراغ كاف للقيام بمثل هذه المحاولات؟ فتلاشت الابتسامة من وجه فرانكلين وقال متراجعا: صدقتي يا تورا، إن أعمالي كثيرة في هذه الأيام. وقال بوارو: أعتقد أنه لا يوجد شيء كثير يحتاج إلى اهتمام خاص في البيت يا سيد كلارك، وربما كان في مقدور الآنسة غري أن تحل محلك في القيام. فقطعته تورا غري بقولها: ولكني تركت عملي في قصر السيد سيربيكال كلارك. لم أعرف هذا. وقال فرانكلين كلارك:
من الطبيعي أن تفضل الآنسة غراي البحث عن عمل مناسب في لندن بعد وفاة أخي. فتنقل بوارو بنظراته الحادة بين الاثنين، ثم قال فجأة: كيف حال السيدة كلارك؟ واضطرم وجه تورا غراي، بينما قال فرانكلين كلارك: في أسوأ حال، وبهذه المناسبة هل يمكنك يا سيد بوارو أن تذهب لمقابلتها؟ لقد أعربت عن رغبتها في ذلك. بكل تأكيد يا سيد كلارك، هل يمكن أن أقوم بزيارتها بعد غد؟ حسنا، لسوف أخبر الممرضة بذلك حتى تعدها لمقابلتك. واستدار بوارو إلى ماري دراور وقال: أعتقد يا أنسة دراور أن في مقدورك أن تقدمي إلينا خدمة إذا ذهبت وتحدثت إلى بعض الأطفال من جيران خالتك في أندوفر، إذ من المحتمل جدا أن يكون أحدهم قد رأى شخصا غريبا من البلدة وهو يدخل دكان خالتك أو وهو يحوم حوله. كان طابع الحزن واضحا على قصر السيد سير ميكال كلارك عندما ذهبنا في الموعد المحدد لمقابلة السيدة كلارك، ولعل جو شهر أيلول سبتمبر المقبض كان له أثرا في شعورنا بذلك الطابع الحزين المخيم على القصر. أقبلت ممرضة محترفة ينم مظهرها عن الكفاءة وقالت: السيد بوارو، أنا الممرضة كابستيك، وقد تلقيت رسالتك التي حددت فيها موعد حضورك لزيارة ميسيس كلارك. أرجو أن تكون في حالة صحية تسمح بمثل هذه الزيارة. الواقع أن حالتها الصحية أحسن قليلا. اسمحي لي أن أوجه إليك هذا السؤال يا أنسة كابستيك، هل كانت السيدة كلارك شديدة التعلق بزوجها؟ أجل، كان الاثنان زوجين سعيدين، ولا عجب أن شعر المسكين السيد سير ميكال كلارك بأشد الحزن عليها حين علم حقيقة مرضها، ويمكن القول إن أحزانه بسببها كانت بالغة جدا في أول الأمر. في أول الأمر؟ وبعد ذلك؟ لا تنسى أن الإنسان يتعود كل شيء حتى على المرض المزمن، وقد اعتاد السيد كلارك مرض زوجته فخفت أحزانه بعد الصدمة الأولى، ثم لا تنسى هوايته في جمع الخزف الثمين، ومع الهواية عزاء للإنسان في مثل هذه الكوارث. لقد كانت تشغله كثيرا، لا سيما عندما يذهب إلى المزادات الكبيرة في لندن، أو عندما يقضي الساعات الطوال مع الآنسة غراي في تصنيف المجموعات وترتيبها. أها، الآنسة غراي، لقد تركت الخدمة هنا كما علمت. نعم، وإنه الأمر يدعو إلى الأسف، ولكن للزوجة يعذرها، لا سيما إذا كانت مريضة حين يمتلئ رأسها بالهواجس والشكوك. وإني لشديدة الإعجاب بالآنسة غراي، إذ رفضت أن تناقش السيدة كلارك واعتزلت الخدمة فورا. إذن فالسيدة كلارك هي التي أمرت بطردها؟ بالتأكيد. هل كانت تكرهها دائما؟ لا، لم تكن لتكرهها في أول الأمر، بل على العكس كانت تميل إليها. حسنا، كفى ثرثرة من جانب الآن، إن السيدة كلارك في انتظاركما. وصعدنا معها إلى غرفة بالطابق الأول، وكانت غرفة لطيفة جيدة الأثاث، وقد رأينا فيها السيدة كلارك جالسة على مقعد وثير بالقرب من النافذة، وكان وجهها الشاحب ينم عن الألم والإرهاق، كما كانت شاردة زائغة النظرات. قالت لها الممرضة: هذا هو السيد بوارو الذي طلبت أن يزورك. فقالت السيدة في غموض وذهول: نعم، السيد بوارو. ولما صفحته قال يقدمني: هذا صديقي الكابتن هيستينغز يا ميسيس كلارك. كيف حالك يا كابتن هيستينغز؟ إنني لسعيدة بزيارتكما. وجلسنا على مقعدين بالقرب منها، ولاح لي أنها استغرقت فجأة في غيبوبة، ولكنها لم تلبث أن هزت رأسها كأنما تفيق من حلم، ثم تقول: إننا سنتحدث عن زوجي، أليس كذلك؟ عن مقتل زوجي. ثم تنهدت وهي تهز رأسها كأنما تتحدث إلى شخص مجهول، واستطردت تقول: من كان يظن أن نهايتنا ستكون هكذا؟
نهايته ستكون قبل نهايتي، ولكنها الدنيا. ومرة أخرى عادت تقول كأنما تحدث نفسها: لم أكن لأصدق قط أنه سيموت وهو في الستين. لقد كان يتمتع بصحة جيدة، ومن يراه كان يحسبه في الأربعين من عمره. ولكن، وبعد لحظة صمت أخرى طويلة، قالت فجأة: نعم، إنني شاكرة لكما، تفضلكما بالحضور. لقد طلبت من فرانكلين أن أراك يا سيد بوارو، ووعدني بأن يبلغك رغبتي، وكل ما أرجوه ألا يرتكب حماقة من هذه الحماقات التي يندم عليها الرجل فيما بعد، لا سيما في مسألة الزواج. إنه على الرغم من بلوغه الأربعين من العمر سهل الانقياد، وأعتقد أن معظم الرجال هكذا أمام الفتيات الجميلات، وهذا يدل على أنهم أطفال في أعماق نفوسهم، ولا سيما فرانكلين. إنه دائما طفل على الرغم من مرور الأعوام. أعتقد أنه مندفع بطبيعته. أجل أجل، إنه مندفع وعلى جانب كبير من الشهامة، لا سيما مع الفتيات، وأنا أعتبر أن هذه ليست شهامة وإنما حماقة. هكذا كان زوجي أيضا. ثم التفتت نحو بوارو وسألته فجأة: ألم تقبضوا على القاتل؟ نعم، لم نقبض عليه بعد. لابد إذن أنه كان يتسكع بالقرب من القصر في ذلك اليوم. إننا في موسم الاصطياف يا ميسيس كلارك، والغرباء عن البلدة يكثرون بطبيعة الحال. أجل أجل، نسيت هذا. ولكنهم عادة يبقون عند الشاطئ ولا يصعدون إلى المنازل. لم يقترب من المنزل أحد الغرباء في ذلك اليوم يا ميسيس كلارك، على كل حال. فقالت السيدة بحماس مفاجئ: من قال هذا؟ فأجاب بوارو مدهوشا: الخدم والآنسة جري، هذه الفتاة كاذبة. وحملقت إلى ميسيس كلارك مدهوشا بدوري، بينما استطردت وهي تقول: إنني لا أحبها ولم أحبها قط، وكان زوجي شديد الإعجاب بها وبكفاءتها، وكان دائما يقول إنها فتاة يتيمة وحيدة في الحياة. وما عيب اليتم، إنه أحيانا يكون رحمة وبركة. عندما يكون للأبناء والد سكير عربيد فاسد الأخلاق وأم بلهاء. وحاولت الممرضة أن تهدئ ثائرتها، ولكن ميسيس كلارك استطردت قائلة: لقد أمرت بفصلها من الخدمة بعد وفاة زوجي مباشرة، والعجيب أن فرانكلين حاول بكل وقاحة أن يبقيها ويقنعني أنها قد تكون ذات فائدة لي. إنه أحمق مندفع، إنه طفل في قرارة نفسه، وأنا لا أريد أن يختلط بفتاة ذات أهداف بعيدة مثلها. لقد أمرت بإعطائها مرتب 3 أشهر وإخراجها من البيت فورا. لماذا قلت إنها كاذبة يا ميسيس كلارك؟ لأن هذه هي الحقيقة. ألم تقل إنه لم يقترب أحد من الغرباء من القصر في ذلك اليوم؟ بلى. حسن جدا، لقد رأيتها بنفسي بعيني هاتين من هذه النافذة تتحدث إلى رجل غريب تماما من الناحية أمام مدخل البيت. متى كان هذا؟ في صباح اليوم الذي قتل فيه زوجي، في نحو 11 صباحا. وماذا كان شكل الرجل؟ كان رجلا رقيق الحال كما بدا من ملابسه. واختلج وجهها بألم مفاجئ، فقالت الممرضة لنا: أرجو أن تتركاها الآن لتستريح. وأطعنا الرجاء وخرجنا، وقلت لبوارو ونحن في طريق العودة إلى لندن: هذه حكاية غريبة جدا، أعني حكاية الآنسة جري والرجل الغريب. ورأيت يا هيستينغز، إن كل شيء يثبت ما كنت أقول له لك كثيرا، وهو أنه لابد أن يحدث أمر ما ينير السبيل أمام العدالة. ووصلنا أخيرا إلى مسكنه في عمارات هوايت هيفن. وقبل أن ندخل المسكن سمعت طرقات ساعي البريد على صندوق بوارو الخاص. توجهت حيث الصندوق وما كدت أتناول الرسالة التي وجدتها فيه، حتى انطلقت عائدا إلى بوارو وأنا أهتف قائلا: لقد وصلت الرسالة الرابعة. واختطف الرسالة وفضها وقرأ فيها ما يلي بصوت مسموع: يا لك من مسكين يا بوارو، إنني حزين من أجلك، يجب أن تتحرك يا رجل، فإن الطريق ما زال طويلا أمامنا.
هل سيكون مسرح الجريمة التالية مدينة تيبيري؟ لا لا، إن الحرف لا يزال بعيدا. إذن ليكن موعدنا في بلدة دونستر في 11 من هذا الشهر. وداعا. لم يكن في مقدور بوارو أو رجال المباحث أن يفعلوا شيئا قبل وصول الرسالة الرابعة، وما إن وصلت الرسالة الرابعة حتى انطلقت جميع القوى ككلاب الصيد لمطاردة الفريسة. لقد أسرع المفتش كروم بالقدوم إلى مسكن بوارو من إدارة سكوتلاند يارد، وبينما هو يبحث الموضوع معه أقبل فرانكلين كلارك وميغان بيرنارد، وقال كروم لبوارو: سوف أخذ هذه الرسالة معي يا سيد بوارو، يمكنك أن تحتفظ بنسخة منها إذا شئت. لا لا داعي لهذا. وسأل فرانكلين المفتش كروم قائلا: ماذا تنوي أن تفعل يا سيد كروم؟ إن اليوم 11 من الشهر يوافق يوم 4 من الأسبوع التالي، وهي فترة كافية لنثير اهتمام الرأي العام ونجعل الجميع يتعاونون معنا لمطاردة هذا المجنون. ولا شك أن كل مخلوق يبدأ اسمه بحرف الدي سيكون على حذر. فقال فرانكلين كلارك: من السهل أن يعرف الإنسان أنك لا تهوى الألعاب الرياضية يا سيد المفتش. ماذا تعني يا سيد كلارك؟ لأنك لا تعرف أن يوم 4 التالي هو يوم الحفلة الرياضية السنوية في دونستر، وأن سباق الخيل المعروف باسم سانت ليجر سيجرى في ذلك اليوم. آه نعم هذا حق. إن ABS ليس بالرجل الأبلة وإن كان مجنونا. وخيم الصمت علينا هنيها، كنا خلالها نتصور بلدة دونستر وهي تزدحم بمجموع هواة الرياضة وسباق الخيل الوافدين من كل حدب وصوب. وقال كلارك أخيرا: أعتقد أن الجريمة ستتم في حلبة سباق الخيل، وربما أثناء انطلاق الجياد في مضمار السباق. فنهض المفتش قائلا: هذا من سوء الحظ. وتناول قبعته وانصرف، وسمعناه يتبادل الحديث في الردهة الخارجية مع شخصية نسائية، ولم تلبث ثورا غراي أن أقبلت قائلة بأنفاس لاهثة: أخبرني المفتش كروم بأن رسالة أخرى قد وصلت. وأجاب فرانكلين كلارك: إنها بلدة دونستر هذه المرة، وفي اليوم 11 من هذا الشهر، أي في عيد سانت ليجر. فتنهدت ثورا غراي وقالت: لو أننا نعرف شيئا عن القاتل فقط، لو أننا نعرف فقط ما إذا كان طويلا أم قصيرا، هرما أم شابا. وفجأة قال لها بوارو: بهذه المناسبة يا أنيسة غراي، هل أنت واثقة تماما بأنك لم تري شخصا غريبا بالقرب من المنزل في يوم مقتل السيد سيرميكال كلارك؟ نعم كل الثقة. عجبا، ولكن ميسيس كلارك شاهدتك من نافذتها وأنت واقفة أمام مدخل القصر تتحدثين إلى رجل غريب. لابد أن تكون ميسيس كلارك واهمة. أوه ولكن. وترمى وجه ثورا غراي وقالت بسرعة: آه لقد تذكرت تذكرت، يا لي من حمقاء، الواقع أنني نسيت هذا الرجل، ولكني أعتقد أنه ليس للأمر هذه الأهمية كلها، إنه مجرد مندوب لبيع الجوارب، رجل من المحاربين القدماء الذين يكتسبون رزقهم ببيع بعض منتجات الشركات، وكان قد اعترض سبيلي وأنا في طريقي إلى مدخل القصر، ولكنني اعتذرت له ولم أشتري منه شيئا، إنه رجل مسالم هادئ من النوع الذي لا يترك في النفس أي أثر. وكان بوارو في تلك اللحظة يضع رأسه بين يديه ويهتز إلى الأمام وإلى الخلف وهو يتمتم لنفسه: جوارب جوارب جوارب، ولا شيء غير الجوارب. منذ 3 أشهر سمعت هذه الكلمة وسمعتها منذ أيام، وها أنا ذا أسمعها الآن. وانتصب في جلسته ورمقني بنظرة حادة وقال: وتتذكر يا هيستينغز عندما كنا في أندوفر، وعندما دخلنا الحانوت وصعدنا إلى غرفة السيدة أسكر الواقعة خلفه، ورأينا على المقعد زوجا من الجوارب الجديدة، وإنني لا أذكر الآن أنني اهتممت لسبب ما عندما حدثتني يا أنسة برنارد
عن والدتك التي اشترت زوجين من الجوارب لأختك بيتي، وعن بكائها الحار لأنها أي بيتي ماتت قبل أن تراهما، وكان ذلك في يوم الحادث نفسه. توقف بوارو عن الحديث فجأة، ثم راح يدور بعينيه في وجوهنا قبل أن يستطرد قائلا: وترون، لقد تكرر هذا الأمر 3 مرات، فلا يمكن أن يكون مجرد مصادفة. والآن أخبريني يا أنسة برنارد، هل اشترت والدتك الجوارب من متجر أم من بائع متجول؟ من بائع متجول، وإني لا أتذكر حديثها عن أولئك المندوبين البؤساء الذين يدورون على المنازل لبيع منتجات بعض الشركات والمصانع. وهنا هتف فرانكلين كلارك قائلا: ولكن ما العلاقة بين بائع جوارب متجول وهذه الجرائم الرهيبة يا سيد بوارو؟ فقال بوارو بحماس: سأقول لكم أيها الأصدقاء، لقد وقعت 3 جرائم، وقبل وقوع كل جريمة كان ثمة رجل يبيع الجوارب في مسرحها. فما معنى هذا؟ معناه أنه كان يستكشف الميدان الذي سيرتكب فيه الجريمة. ثم استدار نحو تورا جري وقال بسرعة: صفي لنا ذلك الرجل يا أنسة جري. فارتسمت الحيرة على وجه تورا جري وهي تقول: إنني لا أدري تماما، كان رجلا عاديا فوق 40، يضع النظارة على عينيه ويرتدي معطفا قديما. وماذا أيضا يا أنسة جري؟ لم أرى الشيء الكثير من ملامحه، المهم أنه رجل من النوع الذي لا يترك في النفس أي أثر. فأومأ بوارو برأسه قائلا: صدقت يا أنسة، إن هذا الرجل هو القاتل فعلا، إنه الشخصية الواهنة التي لا تثير انتباه أحد، فأرادت أن تثبت وجودها بهذه الجرائم الرهيبة. قال المفتش كروم لمساعده: اكتب لي قائمة بأسماء جميع منتجي الجوارب النسائية، ثم اتصل بمديريها واعرف منهم أسماء جميع مندوبي البيع الذين يتعاملون معهم، وأعني بهم أولئك المندوبين المتجولين. هذا كله يتعلق بالجرائم ABS؟ فقال المفتش كروم على مضض: أجل، إنها فكرة بوارو، وربما لا تنتهي إلى شيء، ولكن يجب علينا ألا نهمل أي فكرة معقولة. قال الشاب توم هارتيغان لخطيبته ليلي ماربري وهما يتنزهان معا: لقد رأيت في هذا الصباح نزيلكم الهرم العجيب. من تعني؟ السيد سوست الذي يستأجر غرفة عندنا؟ نعم، لقد رأيته في بلدة أوستن يبدو كالدجاجة الضالة كالمعتاد. أعتقد أن هذا المسكين نصف مجنون، ولا بد أن يكون معه أحد يرعاه في الخارج. لقد سقطت من يده الصحيفة أولا، ثم سقطت منه تذكرة السفر دون أن يشعر إطلاقا، فلما أعدتهما إليه شكرني في اضطراب، ولكنني أعتقد أنه لم يتعرفني. إنه لم يرك إلا نادرا يا توم. ولكن ماذا كنت تفعل في أوستن؟ كنت في طريقي منها إلى شيلتام، وهكذا كان أيضا السيد سوست. لا، كانت تذكرة سفره تدل على أنه ذاهب إلى دونستر. بل شيلتام؟ دونستر، لقد قرأت اسم هذه البلدة بوضوح على التذكرة، ولكنه قال لي ولأمي عند انصرافه صباح اليوم من البنسيون إنه ذاهب إلى شيلتام. ربما سمعتم الاسم خطأ، ولعله ذهب ليتفرج على سباق الخيل. ولكن دونستر هي البلدة التي ستحدث فيها الجريمة 4 غدا. لا تجزعي عليه، إن اسمه لا يبدأ بالحرف دي. والعجيب أنه كان من تركي بالقرب من سيرستون في المرة السابقة. إنها مصادفة عجيبة، أليس كذلك؟ وكان الاثنان يتمشيان على طريق نهر التيمز عندما أردف توم هارتيغان قائلا وهو يضحك: ولعله كان أيضا في بلدة بيكس هيل وقت وقوع الجريمة الثانية. فقد طبت ليلي حاجبيها مفكرة ثم قالت: كان غائبا عن غرفته فعلا، وأنا أذكر هذا لأنه كان قد نسى ثوب السباحة وكانت أمي ترتقه له، وقد قالت لي في اليوم التالي لقد نسى السيد سوست
ثوب السباحة الذي كان ينوي أن يأخذه معه. هل سمعت بالفتاة التي وجدت مخنوقة على شاطئ البحر في بيكسهيل أمس؟ وهنا ابتسم توم هارتيغان وقال: ما دام كان ينوي أن يأخذ معه ثوب السباحة، فلا شك أنه ذهب إلى أحد المصايف ذلك اليوم. ما رأيك فيما لو كان نزلكم الهرم هذا هو القاتل ABS؟ فضحكت ليلي وقالت: السيد سوستي المسكين، إنه لا يستطيع أن يؤذي ذبابة. غمغم السيد ليدبتر بخفوت وامتعاض عندما نهض الراجل الجالس بالقرب منه في دار السينما، وصار في طريق الخروج وهو يتخطاه متعثرا ثم يزداد تعثرا، وتسقط قبعته على المقعد الأمامي فينحني ويلتقطها وينصرف. كل هذا ضيع بعض لحظات ثمينة من مناظر فيلم العصفور الذي كان السيد ليدبتر ينتظر مشاهدته بفارغ الصبر. وتململ السيد ليدبتر في مقعده وهو يسائل نفسه: لماذا لا ينتظر هؤلاء الناس حتى نهاية الفيلم قبل أن ينصرفوا؟ ولم يكن من عادته أن يسرع بمغادرة دار السينما عقب انتهاء الفيلم، وإنما كان يحب أن يتمهل حتى يعود إلى واقع الحياة تماما ويلتفت حوله. إن الصالة لم تكن مزدحمة، كان المتفرجون فيها عددا قليلا جدا. لا شك أن معظم الناس كانوا في تلك الساعة يتفرجون على سباق الخيل احتفالا بعيد سانت ليجر. واستعد السيد ليدبتر للخروج وراء المتفرجين الذين كانوا يتسابقون إلى أبواب السينما، ولاحظ أن الرجل الجالس على المقعد الأمامي بالنسبة إليه ظل جالسا مطرق الرأس كأنه مستغرق في النوم. وشعر السيد ليدبتر بالسخط على مثل هذا الرجل الذي ينام أثناء عرض فيلم رائع مثل العصفور، وهز كتفيه وصار في طريق الباب. ولما وصل إليه راح ينتظر دوره للخروج، ولم يدري لماذا التفت وراءه إلى حيث كان الرجل جالسا. وعلى أي حال فقد رأى جمعا من الناس حول ذلك الرجل الذي ظنه نائما في مقعده وتردد هنيها ثم خرج. وهكذا فاتته فرصة الفرجة على الحادث الذي أقام الرأي العام وأقعده في جميع أنحاء البلاد. لقد تبين لمدير الصالة حين هز الرجل الذي ظنه هو أيضا نائما أنه مقتولا بطعنة سكين في القلب، واجتمع حوله بعض النظارة الذين لم يكونوا قد انصرفوا بعد، وساد الفزع الجميع حين هتف أحدهم مشيرا إلى دليل ABS للسكة الحديد الموضوع بجانب القتيل. لقد ارتكب المجرم المجنون جريمته الرابعة؟ غادر السيد سوستي سينما ريغان وتطلع إلى السماء. كان الجو في ذلك المساء صحوا جميلا، صار في طريقه مبتسما حتى وصل إلى فندق بلاك سوان الذي كان ينزل فيه بمدينة دونستر، وصعد السلم إلى غرفته الصغيرة الخانقة المطلة على فناء داخلي يستخدم جراشا للسيارات. واختفت البسمة فجأة من وجهه حين لمح على كم معطفه بعد دخوله الغرفة آثار دماء، ولما لمسها وجدها لا تزال رطبة، دماء رطبة. ودس يده في جيب المعطف فإذا هي ممسكة بسكين حاد طويلة النصل ملوثة بالدماء أيضا، وضرب عينيه في أنحاء الغرفة كحيوان وقع في الفخ. ووقعت نظراته على حوض الاغتسال فنهض إليه وخلع معطفه وملأ الحوض بالماء وراح يغسل كم المعطف مما فيه من دماء. لقد غدا الماء أحمر اللون. وفي تلك اللحظة سمع نقرا على الباب وتصمر في مكانه وقد راح يحملق فيما أمامه ببلاها. وفتحت الباب سيدة شابة ممتلئة الجسم ودخلت تحمل إبريقا وتقول: معذرة يا سيدي، هذا هو ماءك الساخن. واستطاع أخيرا أن يقول لها: شكرا، لقد اغتسلت بالماء البارد. ولما رأى نظرتها تقع على الماء الأحمر في الحوض قال في فزع: لقد جرحت يدي. وبعد لحظة طويلة طويلة جدا من السكون قالت: حسنا يا سيدي. ووقف السيد السوست في مكانه كتمثال من الحجر. لقد جاءت النهاية أخيرا، وأرهف سمعه، هل هم قادمون عليه الآن؟ ولكنه لم يسمع غير دقات قلبه المضطرب،
وتحول جمده فجأة إلى حركة دافقة، فارتد معطفه بسرعة وصار على أطراف أصابعه إلى الباب وفتحه، ثم أرهف السمع مرة أخرى، ثم هبط متسللا إلى السلم. وعند نهايته وقف حائرا، وفجأة لمح الباب الخلفي المؤدي إلى الفناء فانفلت منه، وظل يتنقل من شارع إلى آخر في اتجاه المحطة وهو يتمتم: لو أن الحظ يساعدني فأستقل القطار دون أن يشعر بي أحد. كان المفتش كروم يجلس ينصت إلى حديث السيد ليدبتر المضطرب: أؤكد لك يا سيد المفتش أن قلبي يهوي بين ضلوعي كلما فكرت في أن القاتل الرهيب كان جالسا بجواري طيلة عرض الفيلم. فتضرع المفتش كروم بالصبر وقال: أرجو أن تحدثني بوضوح، هل تقول إن ذلك الرجل انصرف قبل نهاية الفيلم؟ أجل، وهل مر بك وتعثر في أثناء مروره؟ أجل، إنني أدرك الآن أنه تظاهر بالتعثر، ولا شك أنه طعن الرجل الذي كان جالسا أمامي وهو يتظاهر بأنه يسترد قبعته. ألم تسمع شيئا؟ لا صيحة ولا آهة ولا شيئا ما؟ ربما سمعت شيئا، ولكنني حسبته من الفيلم. هل تستطيع أن تصف لنا هذا الرجل؟ كان رجلا ضخما يزيد طوله على 180 سنتيمتر، كان ماردا أشكر أم خمري اللون؟ لست واثقا بهذا، ولكنه كان أصلع رهيب المنظر. هل كان يعرج؟ ما دمت قد ذكرتني يا سيدي المفتش، يمكنني أن أقول إنه كان يعرج فعلا، كان ملوح الوجه كأنه نصف زنجي. هل كان موجودا في مقعده قبل بدء عرض الفيلم؟ لا، لقد حضر بعد البدء بقليل عندما أظلمت القاعة، وأومأ المفتش كروم برأسه، وبعد أن انصرف السيد ليدبتر قال لمساعده: هذا أسوأ أنواع الشهود، إنه على استعداد لأن يقول أي شيء توحي به إلي، وأكبر الظن أنه لا يعرف أي شيء عن شكل الرجل. وأقبل أحد رجال الشرطة وقال للمفتش كروم: إن السيد بوارو ومعه سيد آخر يريدان مقابلتك يا سيدي. قطب كروم جبينه وقال: دعهما يدخلان. ودخلت وراء بوارو إلى مكتب المفتش كروم، وبعد أن تبادلنا التحية قال المفتش كروم لبوارو: لقد ارتكب المجرم المجهول جريمته الرابعة يا سيد بوارو. وتسمرنا في أماكننا من فرط الجذع والدهشة، بينما قال المفتش مستطردا: وفي هذه المرة استخدم السكين أداة للقتل. وهل وجدتم بجوار القتيل ABS للسكة الحديد؟ وهل عرفتم شخصية القتيل؟ أجل، لقد أخطأ القاتل المجهول هذه المرة، لأن القتيل رجل يدعى جورج إيرسفيلد، أي أن اسمه لا يبدأ بحرف الدي. عجبا، لنسمع الشاهد التالي، فقد عرفت أنه يريد الانصراف بسرعة. ودخل رجل في منتصف العمر دميم الشكل مضطرب الأعصاب، حاول أن يعبر عن اضطرابه بالثرثرة، ولكن المفتش كروم سأله قائلا: اسمك أيها السيد؟ دونز، روجر دونز. مهنتك؟ مدرس بمدرسة هايفيلد الثانوية. أخبرنا الآن بما تعرفه عن الحادث يا سيد دونز. أستطيع أن أقول لكم ما أعرفه بكل إيجاز. عندما انتهى عرض الفيلم نهضت لأنصرف، ولكن وكان بالقرب مني رجل حسبته نائما لأنه كان منحنيا على نفسه، وكدت أتعثر في قدمه وأنا أحاول المرور أمامه، وفجأة ناديت مدير الصالة حين خطر لي أن الرجل مريض، ولما رفعت يدي عن كتفه رأيتها ملوثة بالدماء، وأدركت فورا أنه طعن بسكين طعنة نافذة إلى القلب. وقد لاحظنا أنا ومدير الصالة وجود دليل ABS لسكة الحديد على المقعد المجاور، وأؤكد لكم أيها السادة أن قلبي كاد يقف من فرط الفزع، وقلبي بطبيعته ضعيف. ونظر المفتش كروم إلى السيد دونز وقال له:
يمكنك أن تعتبر نفسك سعيد الحظ يا سيد دونز. لماذا يا سيدي؟ قبل أن أخبرك أريد أن أسألك، هل كنت جالسا على مقربة من الذي قتل؟ نعم، على مسافة مقعدين منه، وكنت في أول الأمر جالسا بجواره مباشرة، ثم انتقلت إلى مقعد ليس أمامه أحد حتى أرى الفيلم بوضوح. إنك في طول الرجل القتيل نفسه وتلف حول عنقك شملة مثله. ولكن ما علاقة هذا كله يا سيدي؟ أراهن أن القاتل كان يتبعك إلى دار السينما، وكان ينوي أن يقتلك لأن اسمك الأخير يبدأ بحرف الدي، ولكنك حين انتقلت إلى مقعد آخر أخطأك وقتل السيد جورج، وهو يحسبه أنت، فاستولى على الرجل ذعر شديد وصاح وهو ينهض. لا 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 أصدق هذا. لماذا يريد أن يقتلني أي إنسان، هو أو غيره؟ إنني رجل مسالم ولم أسيء إلى أحد قط، هل تريدون مني شيئا آخر؟ لا. حسنا، طاب يومكم أيها السادة، طاب يومكم. واستدعى المفتش كروم أحد مساعديه وقال له: ريس، ارسل اثنين من رجالنا لحراسة السيد دونز دون أن يشعر، فإنني أعتقد أن المجرم المجنون قد يعمد إلى تصحيح خطئه ويحاول القضاء على هذا الرجل. وأومأ بوارو برأسه موافقا وقال: ما دام ذلك المجرم قد بدأ يخطئ فلا شك أن أخطاءه سوف تتوالى. وأقبل أحد رجال الشرطة وقال: في الخارج رجل وسيدة من فندق بلاك سوان، لديهما أقوال يريدان الإدلاء بها في موضوع جرائم ABS. أدخلهما، أدخلهما بسرعة. دخل صاحب فندق بلاك سوان، وكان رجلا ضخم الجثة يدعى بول، ومعه سيدة شابة ممتلئة الجسم ينم وجهها عن الانفعال الشديد. قال الرجل بصوت خافت: أرجو ألا أضيع وقتكم الثمين أيها السادة، ولكن هذه الفتاة ماري لديها أقوال مهمة بخصوص المجرم ABS. فقال المفتش كروم: حسنا يا فتاتي، ما اسمك؟ ماري، ماري ستراود. ماذا تريدين أن تقولي يا ماري؟ فنظرت ماري إلى صاحب الفندق متسائلة، فقال هذا: إن عملها في الفندق هو حمل الماء الساخن إلى النزلاء، وكان لدينا 7 أو 8 نزلاء، بعضهم جاء للفرجة على السباق، وبعضهم يقيم لأغراض تجارية، والآن تكلمي يا فتاة. فقالت ماري وهي تدير عينيها في وجوه الجميع: طرقت الباب، ولكن لم يرد علي أحد، وأنا عادة لا أدخل إلا إذا قال لي النزيل ادخلي، ولما لم يقل أحد شيئا دخلت ووقفت هنيهة أنظر إلى النزيل وهو يغسل يديه في الحوض. وتوقفت عن الحديث فجأة، فقال كروم: استمري، ماذا بعد؟ قلت له إنني جئت بالماء الساخن، فقال إنه اغتسل بالماء البارد، فوجدت الماء في الحوض أحمر، فهتف كروم في اهتمام: أحمر؟ وهنا تدخل السيد بول في الحديث وقال: وأخبرتني الفتاة بأنها رأته أيضا ممسكا بكم معطفه كأنما كان يغسله في الحوض. تماما يا سيدي، وكان وجهه يدل على أنه في حال غير طبيعية. متى كان ذلك؟ في نحو 5:15 مساء أو أكثر قليلا. أي منذ 3 ساعات؟ فلماذا لم تأتي يا سيد بول مع الفتاة فورا؟ فقال السيد بول: لم نسمع بنبأ الجريمة إلا أخيرا، ولما سمعت الفتاة النبأ تذكرت الماء الأحمر في الحوض فصرخت وأخبرتني بما رأت، فأسرعت إلى غرفة ذلك النزيل فلم أجده فيها، ولهذا بادرت بالحضور مع ماري. فتناول كروم ورقة وقلما وقال: صفي لي ذلك النزيل بسرعة يا ماري. رجل متوسط الحجم منحني القامة قليلا يضع على عينيه نظارة طبية. وملابسه؟ بدلة قاتمة اللون تدل بوجه عام على رقة الحال. ولم تستطع ماري أن تضيف إلى هذا الوصف أكثر من ذلك، وأرسل كروم 2 من رجاله فورا إلى فندق بلاك سوان، وما هي إلا لحظات حتى عاد معهما سجل أسماء النزلاء فيه. وأشار السيد بول صاحب الفندق إلى اسم بين الأسماء وقال: هذا هو توقيعه يا سيدي. وتجمعنا حول السجل حيث قرأ المفتش كروم الاسم قائلا:
إيه بي سست؟ وغمغم بوارو بصوت له دلالته، أي إيه بي إس؟ وسأل كروم صاحب الفندق قائلا، ألم يترك هذا النزيل شيئا ورائه؟ ترك حقيبة سفر متوسطة الحجم فيها ملابس داخلية قليلة ومجموعة من علب الكرتون المسطحة. علب كرتون مسطحة؟ ماذا بداخلها؟ جوارب، جوارب نسائية. وهنا هتف كروم إلى بوارو وقال، أهنئك يا سيد بوارو. عاد المفتش كروم إلى مكتبه في سكوتلاند يارد، وصلصل جرس التليفون على مكتبه، فرفع السماعة حيث سمع صوت عامل التليفون يقول، هنا شاب يريد أن يدلي بأقواله في قضية ABS يا سيدي. وتنهد كروم وقال لنفسه، كل واحد يريد أن يدلي بشيء في هذه القضية، وليتهم يدلون بما يفيد. ثم قال في التليفون، دعه يصعد. ودخل أحد رجال المباحث يصطحب شابا مترددا يقول عنه، هذا هو السيد توم هارتيغان يا سيد المفتش، إن لديه أقوالا عن قضية ABS. فنهض المفتش وصافح الشاب ثم قال له، طب صباحك يا سيد توم، تفضل بالجلوس، هل تدخن؟ حسنا، ماذا لديك من أقوال؟ وجلس توم هارتيغان وهو كما ذكرنا خطيب ليلي ماربري، ابنة السيدة ماربري صاحبة البانسيون الذي يقيم فيه ألكسندر بونابرت سوست. جلس توم وهو يشعر برهبة، إذ كانت تلك أول مرة يدخل فيها إدارة سكوتلاند يارد. وأخيرا قال، أنا يا سيدي خطيب لفتاة شابة تدير أمها شقة مفروشة حيث تؤجر غرفها لبعض النزلاء وتقع في طريق كامن تاون بلندن كما تعلم يا سيدي. حسنا، وماذا بعد؟ وهي في الطابق الثاني، وينزل في إحدى الغرف المفروشة منذ عام رجل يدعى سوست. سوست؟ آه، أجل يا سيدي، رجل في منتصف العمر، غريب الأطوار هادئ الطبع، يبدو أن الحياة قصت عليه بعض الشيء، ويمكنني القول إنه من النوع الذي لا يؤذي ذبابة، ولهذا ما كان يخطر ببالي قط أن أتهمه بشيء لولا بعض الدلالات التي لاحظتها عليه. وراح توم في شيء من الاضطراب والارتباك يحدث المفتش كروم بقصة مقابلته للسيد سوست في أوستن، واثقا أنهم سافر إلى شيلتم كما تشير إلى ذلك تذكرة سفره بينما كان مسافرا إلى دونستر. ولم أهتم بذلك كثيرا في أول الأمر، ولكن عندما استطردت في الحديث مع ليلي أعني خطيبتي، علمت منها أنه كان في تركاي القريبة من سيرستون عند وقوع الجريمة الثالثة، وأنه كان غائبا في مكان ما على شاطئ البحر عند وقوع الجريمة الثانية في بيكسهيل. عندما سمعت هذا بدأ الشك يخامرني في أمره، على الرغم من أنه في رأيي لا يستطيع أن يؤذي ذبابة. وبعد لحظة صمت وجيزة استطرد الشاب يقول، ولما قرأنا نشرة إدارة سكوتلاند يارد عن رغبتها في الاستدلال على كل من يبدأ اسمه بالحرفين ABS ثم الاسم سوست، أسرعت بالاتصال بالسيدة ماري حيث علمت منها أن نزيلها الغريب الأطوار السيد سوست يحمل اسما كاملا يبدأ بالحرفين AB. وقد دهشنا كثيرا وأبينا أن نصدق أنفسنا، ولكن السيدة ماربري كانت واثقة تماما بأن نزيلها هذا كان غائبا عن غرفته في الليالي التي وقعت فيها الجرائم الثلاثة الأخيرة. وراحت هي وابنتها تعتصران ذاكرتيهما لتتذكر أين كان أثناء وقوع الجريمة الأولى، جريمة أندوفر التي حدثت منذ 3 أشهر. وقد تذكرت السيدة ماربري أن أخا لها قد وصل من كندا في ذلك الحين، ولما لم تجد له غرفة يبيت فيها اقترحت ليلي عليها أن يبيت في غرفة السيد سوست، لأنه قال يوم ذاك أنه سيغيب ليلته في الخارج. وقد تحرينا تاريخ وصول الباخرة التي أقلت شقيق السيدة ماربري إلى لندن، وعلمنا أنها وصلت ميناء ساوثهامبتون في صباح اليوم 21 من شهر حزيران يونيو الماضي. وكان المفتش كروم ينصت باهتمام إلى حديث الشاب، فلما فرغ من حديثه قال له، هذا كل شيء؟ أجل يا سيدي، لقد أحسنت بمجيئك إلينا. أين السيد سوست هذا الآن؟
إنني أحب أن ألتقي به لألقي عليه بعض الأسئلة. هل هو في غرفته الآن؟ أجل يا سيدي. متى عاد؟ من دونستر؟ في ليلة وقوع الجريمة، وتقول السيدة ماربري إنه لا يكف عن شراء الصحف ولا عن الحديث إلى نفسه. وبعد أن دون المفتش كروم العنوان، شكر توم هارتيغان بحرارة، ثم استدعى أحد مرؤوسيه بعد انصراف توم، وطلب منه أن يرسل بعض رجال المباحث لمراقبة عنوان السيد سوست والقبض عليه إذا كان موجودا. ومرة أخرى انعقد مؤتمر في سكوتلاند يارد، وضم هذا المؤتمر نائب المدير والمفتش كروم والسيد بوارو وأنا. وقال نائب المدير لبوارو: كانت ضربة معلم تلك التي ذكرت فيها موضوع الجوارب النسائية يا سيد بوارو، فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن القاتل كان يتظاهر ببيع الجوارب النسائية. فبسط بوارو يديه وقال: كان الأمر واضحا بعد أن سمعت كلمة الجوارب تتردد كثيرا على ألسنة المقربين إلى الضحايا. والتفت نائب المدير إلى المفتش كروم وقال: هل وضحت لك كل غوامض هذه القضية يا كروم؟ كلها تقريبا يا سيدي. هل أسردوا كل ما لدينا من معلومات حتى الآن؟ أرجو أن تفعل. نعم، لقد ثبت أن المتهم كان في فندق بيت بمصيف تركي قبل وقوع جريمة سيرستون بيوم واحد، وقد سجل اسمه في الفندق ABS سوست، وثبت أنه عاد إلى الفندق في ليلة وقوع الجريمة في الساعة 10:30 مساء، أي كان في إمكانه أن يستقل قطار الساعة 9:57 من محطة سيرستون، فيصل إلى محطة تركي في 10:10. وصمت المفتش كروم هنيها قبل أن يستطرد قائلا: وكذلك الحال بشأن بيكس هيل، لقد نزل في فندق جلوب وسجل اسمه ABS سوست وعرض جواربه للبيع على أكثر من 12 سيدة منهن السيدة برنارد، وغادر الفندق في ساعة مبكرة من مساء وقوع الجريمة، ثم عاد إلى لندن في 11:30 من صباح اليوم التالي. أما بشأن أندوفر فقد نزل في فندق سيثرز وعرض جواربه على السيدة فاولر جارة السيدة أسكر المجني عليها، كما عرضها على أكثر من 5 سيدات. وقد حصلت على الجورب الذي اشترته منه السيدة أسكر لإهدائه لابنة أخيها ماري دراور كما يبدو. حصلت عليه ماري، وثبت أنه من الصنف نفسه الذي يبيعه السيد سوست. وبعد المعلومات التي أدلى بها المدعو توم هارتيغان، ذهبت بنفسي إلى مسكن السيدة ماربري، حيث علمت أن المدعو السيد سوست خرج من غرفته دون أن يشعر به أحد، وقمت بتفتيش هذه الغرفة، وثبت بما لا يدع مجالا لأي شك أنه المجرم المجهول. لقد عثرت على رزمة من أوراق الرسائل من النوع نفسه الذي كتبت عليه رسائله إلى بوارو، وكذلك وجدت في داخل خزانة الملابس كمية كبيرة من الجوارب النسائية على علب مسطحة ولفافة بها مجموعة من دليل ABS للسكة الحديد كلها جديدة، وكانت اللفافة تشبه لفافة علب الجوارب تماما، بحيث يظن الذي يراها لأول وهلة أنها تضم علب جوارب لمجموعة من دليل ABS للسكة الحديد. وقال نائب المدير: هذه كلها أدلة مادية حاسمة. وقال المفتش كروم بلهجة الانتصار: وقد عثرت في غرفته على شيء آخر، عثرت على السكين المستعملة في الجريمة الأخيرة. السكين نفسها؟ أجل، وكانت لن تزل ملوثة بالدماء. فقال نائب المدير: أحسنت يا كروم، لم يبقى أمامنا غير شيء واحد. ما هو يا سيدي؟ القبض على الرجل نفسه. فقال كروم بلهجة تنم عن الثقة الكاملة: لسوف يتم هذا خلال ساعات. كان يوما من أيام تشرين الثاني نوفمبر الصافية القديم، وكان الدكتور ثومبثون وكروم والمفتش جاب وقد جاءوا إلى مسكن بوارو ليخبروه بآخر تفاصيل ABS سوست. بعد أن تم القبض على هذا الأخير، كان بوارو ملازم الفراش بسبب نوبة برد، وقال المفتش جاب: لقد حول قاضي التحقيق قضية ABS سوست إلى محكمة الجنايات. وقلت أنا: هل سيصر الدفاع على أنه مجنون غير مسؤول عن جرائمه؟ فقال جاب:
إن الدفع بالجنون لن يؤدي إلى إطلاق سراح المتهم، بل سيدفع به إلى مصحة الأمراض العقلية حيث لا يخرج منها إلا بمرسوم. ثم أردف يقول: ولكنني أعتقد أن المحامي السيد لوكاس يرى أن أمام المتهم ثغرة يمكن النجاة منها، وهي إقامة الدليل الحاسم على أن سوست لم يكن في بيكس هيل ليلة وقوع الجريمة، ولكنه لن يستطيع في رأيي أن ينقذ المتهم من حبل المشنقة في نهاية الأمر. وقال بوارو للدكتور ثومبسون: ما رأيك يا دكتور؟ تسألني عن رأيي في سوست؟ إنني لا أدري ماذا أقول، إنه يتظاهر بتمام العقل والحكمة، ولم أجد حتى الآن أي عرض من أعراض الجنون في حديثه أو تصرفاته، ولعل الدليل الحاسم على إدراكه التام لارتكابه هذه الجرائم تلك الرسائل التي أرسلها إليك يا سيد بوارو، إنها تدل على عقلية تعرف كيف تحكم التدبير. وقال بوارو: ألم يقل سوست شيئا بخصوص هذه الرسائل بعد؟ نعم، إنه لا يزال مصرا على أنه لا يعرف عن أمرها شيئا. إنني شخصيا لن أعتبر القضية منتهية حتى أعرف لماذا اختارني بالذات لكي يرسل هذه الرسائل إلي. مؤكد مؤكد، هذا حقك. وقال بوارو: وذلك الشاهد العجيب المدعو سترانج لا يزال مصرا على قوله بأن المتهم كان يلعب الدومينو معه إلى ساعة متأخرة من مساء اليوم 24 من تموز يوليو في فندق ببلدة إستبورن؟ وأجاب المفتش جاب الذي كان قد بقي بعد انصراف الدكتور ثومبسون: نعم، إنه مصر عليها كل الإصرار. فقلت أنا، وكنت قد سمعت شهادته أثناء التحقيق: إنه من أشد الناس عنادا وأسرارا على أقواله، لقد أقسم بكل شيء مقدس إنه التقى مصادفة بسوست في فندق هوايت كروس ببلدة إستبورن في مساء اليوم 24 من تموز يوليو الماضي، أي في ليلة وقوع جريمة بيكس هيل. ولما رأه وحيدا يائسا أشفق عليه وراح يتحدث إليه، وبعد طعام العشاء لعب معنا الدومينو. ويبدو أن ذلك المدعو سترانج من هواة هذه اللعبة، وقد أدهشه وصره أن يجد في سوست غريما بارعا، وقد أقسم مرات عديدة أنهما ظل يلعبان ساعات طويلة متوالية، وأنهما لم يفرغ من اللعب إلا في منتصف الليل. ولهذا أقسم مرات ومرات بكل مقدس إن سوست لا يمكن أن يكون مرتكب جريمة بيكس هيل، لأنه كان موجودا معه في إستبورن حتى آخر لحظة من الساعة 12 مساء اليوم 24. وقد ثبت طبيا أن الجريمة ارتكبت في هذه الساعة، فكيف استطاع سوست أن يكون موجودا في مكانين مختلفين في وقت واحد؟ لا سيما أن المسافة بين البلدتين 23 كيلومترا. فقال بوارو: هذه مسألة تستحق التفكير والتأمل. فهز كروم كتفيه وقال: حتى لو ظل ذلك المدعو سترانج على شهادته، فلا تزال لدينا جريمة دارستر بما فيها من السكين الملوث بالدماء وكم المعطف الذي كان يغسله في الحوض. إنه لن يستطيع أن يجد في هذه الجريمة ثغرة واحدة. ثم هناك جريمة سيرستون ثم أندوفر، إن هذه الجرائم الثلاثة الثابتة عليه تدل على أنهم ارتكبوا الجريمة في بيكس هيل مهما أقسم وأصر سترانج على شهادته. وبعد انصراف المفتشين قلت لبوارو: ما رأيك في هذا كله؟ وما رأيك أنت يا هيستينغز؟ أتعتبر الموضوع منتهيا؟ أعتقد هذا، لأن الرجل قد وقع أخيرا والأدلة متوافرة إلى حد مذهل. أنا شخصيا لا أعتبر الموضوع منتهيا حتى أعرف كل شيء عن ذلك. ذلك الرجل، لقد عرفت عنه الشيء الكثير. لا لا، لم يعرف عنه في الواقع شيء. عرفنا أين ولد حقا، وأنه اشترك في الحرب العالمية الأخيرة، وأنه جرح في رأسه وأعفى من الخدمة بسبب داء الصرع، ونعرف أنه أقام سنتين في غرفة مفروشة بمسكن السيدة ماربري، وأنه كان دائما هادئا منعزلا من النوع الذي لا يشعر به أحد. ونعرف أنه وضع خطة هذه السلسلة من الجرائم وأحكم تنفيذها، وأنه في النهاية ارتكب عدة أخطاء عجيبة
لا يرتكبها أي مبتدئ في عالم الجريمة، ونعرف أيضا أنه لم يحاول أن يتهم أحدا بارتكاب هذه الجريمة، كما نعرف في الوقت نفسه أنه كان يقتل ضحاياه بلا رحمة أو شفقة. أطر يا هيستينغز مبلغ التناقضات في شخصيته؟ داهية وأبلة، عطوف وقاس لا يرحم، هادئ منعزل وجبار سفاك. هذه التناقضات كلها لا بد أن يكون لها عامل أساسي يربط بينها. لعل شهوة القتل. أجل، إن هذا الحافز يفسر الشيء الكثير، لكنه لا يقنعني، فهناك أشياء كثيرة أريد أن أعرفها عن يقين. مثلا، لماذا ارتكب هذه الجرائم؟ ولماذا اختار هؤلاء الناس بالذات؟ لأن أسماءهم مرتبة بالحروف الهجائية. هل كانت بيتي برنارد مثلا هي الفتاة الوحيدة في بيكسهيل التي يبدأ اسمها بالحرف بي؟ أها، لقد خطرت لي فكرة، لا بد أنها فكرة صائبة، بل يجب أن تكون فكرة صائبة. ثم استغرق في تفكير عميق حتى ظننته نائما، ويبدو أنني الذي نمت، لأنني لم ألبث أن تنبهت على يده وهي تربت كتفي، وعلى صوته وهو يهتف بي قائلا: يا عزيزي هيستينغز، إنني أعرف الآن السبب الذي من أجله قتلت السيدة أسكر، وإن كنت أعرف السبب منذ مدة، والسبب الذي من أجله قتل السيد سير ميكال كلارك، والسبب الذي من أجله وقعت جريمة دونستر، وأخيرا وهذا هو المهم أيضا، لماذا وقع الاختيار على هيركيول بوارو بالذات لإرسال تلك الرسائل إلي؟ هل تسمح لي وتشرح لي الأمر؟ لا، ليس الآن، أريد أولا أن أجمع بعض المعلومات، وربما استطعت جمعها من فرقتنا الخاصة، ثم بعد أن أعرف الإجابة عن سؤال معين سوف أذهب لزيارة صاحبنا ABS، ولسوف أقف معه وجها لوجه. ABS أمام هيركيول بوارو. وبعد ذلك؟ وبعد ذلك سنتحدث، ونتأكد يا هيستينغز أن الحديث من أخطر الأسلحة التي تكشف عن مكنونات الصدور. إن الحديث كما قال لي فرنسي هرم ذات مرة من الضروريات التي اختص الله الإنسان بها لتخفف عن كثرة التفكير، والإنسان يا هيستينغز لا يستطيع أن يقاوم عملية كشف نفسه والإفصاح عن حقيقة شخصيته عن طريق الحديث، وكلما أكثر من الحديث ازدادت شخصيته وضوحا. وهنا قلت له: ماذا تنتظر أن يقول لك سوست؟ فابتسم بوارو وقال: كذبة، وعن طريق هذه الكذبة سأعرف الحقيقة. ظل بوارو مشغولا بضعة أيام، فكان يختفي ساعات طويلة ثم يظهر فجأة، ثم يستغرق ساعة أخرى في تفكير عميق، كل هذا دون أن يدعوني للذهاب معه أو يشركني في أفكاره. وبالقرب من نهاية الأسبوع أعلن عن رغبته في الذهاب إلى بيكسهيل وما يجاورها، ثم اقترح أن أذهب معه، وبطبيعة الحال رحبت بالاقتراح، وتبين لي أن هذه الدعوة لم تقتصر علي فقط، وإنما شملت الفرقة الخاصة أيضا. وذهبنا إلى بيكسهيل، وزار بوارو أولا السيدة والسيدة برنارد، حيث عرف من السيدة الموعد الذي حضر فيه سوست إليها لبيع جواربه، وماذا قال لها على وجه التحديد، ثم ذهب إلى الفندق الذي كان سوست قد نزل فيه، وعرف الموعد الذي رحل عنه بالتحديد. وعلى الرغم من أنني لم أجد في هذا كله جديدا، إلا أن بوارو بدا راضيا كل الرضا، وذهبنا بعد ذلك إلى الشاطئ، إلى المكان الذي قتلت فيه بيتي برنارد. وهناك راح بوارو يسير حوله في دوائر، ولم أجد أنا في هذا كله جدوى، لا سيما أن المد كان يغمر المكان أكثر من مرة في اليوم. وانتقل من الشاطئ الرملي بعد ذلك إلى أقرب مكان يمكن أن تقف فيه سيارة خاصة، ثم مضى إلى الموقف الذي تبدأ منه السيارات العامة رحيلها إلى إيستبورن، وأخيرا
ذهبنا جميعا إلى مقهى جينجس كات، حيث شربنا أقداحا من الشاي قدمتها إلينا ميلي هيغلي. ولشد ما أدهشني أن رأيت بوارو يداعب الآنسة هيغلي ويتغزل في جمال ساقيها قائلا: إن جمال الساقين في الفتيات الإنجليزية شيء نادر. وضحكت هي ابتهاجا وأكدت له أنه فرنسي لطيف. وقال بوارو أخيرا: لقد انتهيت من بيكسي هيل، ولم يبقى أمامي أخيرا غير زيارة لأستيبورن، ولا حاجة بكم إلى أن تصحبوني. والآن هلما نرجع إلى الفندق لكي نتحدث. وفي الفندق قال فرانكلين كلارك: أعتقد أنك تريد أن تحطم شهادة ذلك المدعو سترانج، أليس كذلك؟ صبرا يا صديقي صبرا. يبدو لي يا سيد بوارو أنك راض عن نفسك جدا. نعم نعم، لأن فكرتي الصغيرة بدأت تتبلور إلى حقيقة أكيدة. ثم ارتسمت أمارات الجد على وجهه وقال فجأة: حدثني صديقي هيستينغز ذات يوم أنه كان يحب وهو شاب لعبة اسمها لعبة الحقيقة، ومؤداها أن يوجه إلى كل فرد من مجموعة اللاعبين 3 أسئلة، عليه أن يجيب بصدق عن 2 منهما، ويمكنه أن يرفض الإجابة عن السؤال 3. والأسئلة في هذه اللعبة تكون بطبيعة الحال بعيدة عن الخصوصيات المحرجة، ولهذا يستلزم أن يقسم كل لاعب على قول الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. ولما توقف عن الحديث هنيها قالت ميغان بيرنارد: حسن، أريد أن نشترك في هذه اللعبة معا، ويكفي أن يوجه إلى كل واحد منا سؤال واحد فقط بدلا من 3. وقال فرانكلين كلارك في ملل: إننا على استعداد للإجابة عن أي سؤال يا سيد بوارو. ولكن الأمر أخطر من هذا، هل أنتم على استعداد للقسم؟ ولما كان الجد واضحا في صوته فقد دهشنا جميعا، ولم يسعنا إلا أن نقسم الواحد بعد الآخر على قول الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. وقال بوارو مسرورا: عظيم جدا، لنبدأ الآن. وقالت تورا غري: فلأكن أنا الأولى. السيدات أولا، ولكننا سنخالف هذا التقليد في هذه المرة. ثم التفت إلى فرانكلين كلارك وقال: ما رأيك في القبعات التي ارتدتها السيدات في سباق أسكوت هذا العام؟ هل أنت جاد في هذا السؤال يا سيد بوارو؟ أجل. رأيي أنها قبعات مثيرة للسخرية والضحك. عجيبة جاذة؟ أجل. وأنت يا سيد دونالد فريزر، متى قمت بإجازتك السنوية هذا العام؟ إجازتي السنوية؟ في الأسبوعين الأولين من شهر آب أغسطس. والتفت بوارو فجأة إلى تورا غري وقال: لو أن السيد سير ميكال كلارك عرض عليك الزواج بعد وفاة زوجته، فهل كنت تقبلين؟ فوثبت الفتاة غاضبة وهتفت قائلة: كيف تجرؤ على توجيه سؤال كهذا إلي؟ إنه إهانة. ربما، ولكنك أقسمت على أن تقود الحقيقة. كان السيد سير ميكال شديد العطف علي، وكان يعاملني كابنته، وهكذا كان شعوري نحوه. عفوا يا أنسة، ولكنك لم تجيبي على سؤالي، نعم أم لا؟ لا بالتأكيد. شكرا جزيلا. والتفت بوارو إلى ميغان التي كان وجهها شديد الشحوب ثم قال: أخبريني يا أنسة، هل تتمنين حقا أن تنتهي تحرياتي بالكشف عن الحقيقة كلها؟ ولشد ما كانت دهشتنا حين سمعناها تقول بوضوح وإصرار: لا. وابتسم بوارو وقال: إنك لا تريدين ظهور الحقيقة، ومع ذلك فأنت من أشد أنصارها يا أنسة. ثم التفت إلى ماري دراور وقال: أخبريني يا أنستي، هل لك حبيب شاب؟ وفوجئت الفتاة المسكينة واضطرم وجهها ثم تمتمت:
إنني لست واثقة به إذا كان يبادلني الحب أم لا. فابتسم بوارو وقال: هذا يكفي يا أبنائي، والآن هلم يا هيستينغز إلى إيستبورن. وفي الطريق إلى إيستبورن قلت لبوارو: هل يمكن أن ألقي عليك بعض الأسئلة يا بوارو؟ لا يا هيستينغز، عليك أن تصل إلى النتائج بمفردك. ثم استغرق في سكون عميق، وبعد فترة وجيزة أفاق وقال لي: غدا سوف أزور ذلك المدعو ساست. ثم أضاف قائلا للسائق: عد بنا إلى لندن. فهتفت قائلا: ألن تذهب إلى إيستبورن؟ ما الداعي إلى هذا؟ لقد عرفت ما يكفي للوصول إلى الحقيقة. لم أحضر المقابلة التي تمت بين هيركيول بوارو والمدعو ألكسندر بونابارت ساست، لأن القاضي لم يصرح بزيارته إلا لبوارو فقط، ولكنني سأسرد فيما يلي تفاصيل ما دار بينهما بدقة كاملة بناء على حديث بوارو إلي بعد ذلك. لقد بدأ ساست منكمشا على نفسه ولاحك أنما ازداد جسمه انحناء، وقال بوارو أخيرا بصوت رقيق: أتعرف من أنا؟ فهز الرجل رأسه ورفع وجهه إلى بوارو وقال وهو يطرف بعينيه: لا أعرفك، هل أنت أحد المحامين من مكتب السيد لوكاس؟ أنا هيركيول بوارو. وحرص بوارو على أن يلاحظ بدقة تأثير هذا الاسم في الرجل، ورفع هذا وجهه مرة أخرى وتمتم في هدوء قائلا: نعم. وبعد لحظة عاد يقول بصوت ينم عن الانفعال وكأنما بدأ يتذكر: السيد بوارو، هيركيول بوارو، أنا الرجل الذي كنت تبعث إليه برسائلك. وفجأة أغمض ساست عينيه وقال باضطراب: لم أكن أكتب إليك قط، وهذه الرسائل لم أكتبها أنا، هذا ما قلته كثيرا طوال جلسات التحقيق. أعرف هذا، ولكن إذا لم تكن أنت كاتبها فمن يكون؟ أحد الأعداء، لا بد أن لي عدوا، إن الناس جميعا يعادونني ولا أدري لماذا. إنها مؤامرة ضخمة مدبرة ضدي، ولكن لماذا؟ فصمت بوارو هنيهة ثم قال: هل كان الناس يعادونك حتى منذ أن كنت طفلا؟ لا أظن، كانت أمي شديدة الحب لي، وكانت تركز كل آمالها الكبار في شخصيتي، وتعتقد أنني سأكون عظيما يوما ما، ولهذا أسمتني ألكسندر بونابارت، وكأنما الاسم وحده يمكن أن يخلق من صاحبه شخصا عظيما، ولكنها كثيرا ما كانت تؤكد لي أن الإنسان هو سيد مصيره، وأن في مقدوره أن يحدد مستقبله كما يشاء. وصمت هنيهة قبل أن يستطرد قائلا: ولكنها كانت مخطئة، وهذا ما عرفته بنفسي، لأني لم أكن من الأشخاص الذين يمكن أن يظفروا بمكانة رفيعة في الحياة التي تثير سخرية الناس مني، وهكذا أصبحت خجولا خائفا من الناس، ولشد ما عانيت سخرية زملائي في المدرسة من اسمي. ومرة أخرى لزم الصمت فترة وجيزة قبل أن يردف قائلا: وماتت أمي، ماتت حزينة ساخطة، والتحقت بالمعهد التجاري وتخرجت فيه متخلفا عن جميع زملائي، وأنا إذا كنت أبدو أمام الناس غبيا إلا أنني في الواقع لست كذلك. إنني أدرك هذا، استمر. ولشد ما كنت أتألم كلما رأيت الناس ينظرون إلي على أني إنسان غبي متخلف أبلة، وقد ازداد شعوري بالألم أثناء التحاقي بالعمل كاتبا في إحدى الشركات. وأشرق وجه ساست فجأة حيث استطرد يقول: ولكنني استمتعت بالفترة التي قضيتها بين زملائي الجنود في الحرب، لأنني وجدت نفسي فجأة في مستوى واحد معهم، ولكنني للأسف أصبت بجرح في رأسي فسرحت من الخدمة العسكرية، لأنني أصبت بسبب ذلك الجرح
بداء الصرع، والواقع أنني لا أعرف على وجه التحديد ماذا دهاني. فأنا أحيانا أقوم بأعمال على غير وعي مني. وبعد ذلك؟ اشتغلت كاتبا في شركة، ولكنني لم أحسن القيام بعملي، فكان زملائي يتخطونني في الترقيات، وأصبح راتبي لا يكاد يكفي ضروريات الحياة، ولا سيما بعد الارتفاع الجنوني في الأسعار. ولهذا السبب رحبت بالعمل كمندوب متجول لمصنع جوارب نسائية نظير راتب ثابت وعمولة على البيع. وهنا قال بوارو برفق: ولكنك علمت أن أصحاب المصنع ينكرون أنهم عهدوا إليك بعمل كهذا. فقال سوست وقد عاوده الاضطراب: لأنهم مشتركون في هذه المؤامرة، وإن معي أدلة مكتوبة، معي رسائل من إدارة المصنع فيها التعليمات عن الأماكن التي يجب أن أذهب إليها لأبيع فيها، وقائمة بأسماء الأشخاص الذين يجب أن أذهب إليهم وأعرض عليهم الجوارب. إن هذه الرسائل مكتوبة على الآلة الكاتبة. بالتأكيد، لأن إدارة مصنع كهذا لابد أن تكتب رسائلها على آلة. لتعرف أن في الإمكان معرفة نوع الآلة التي كتبت عليها هذه الرسائل؟ بالتأكيد، هذه مسألة بديهية. لقد ثبت أن هذه الرسائل مكتوبة على الآلة الكاتبة التي وجدت في غرفتك. إن هذه الآلة أرسلتها إدارة المصنع لي عند بدء التحاق بالعمل. أجل، ولكن هذه الرسائل أرسلت إلي بعد أن تسلمت الآلة، ومعنى هذا أنك كتبت عليها الرسائل وأرسلتها إلى نفسك. لا، هذا لم يحدث، إنها جزء من المؤامرة. ومجموعة كتب دليل ABS للسكة الحديد التي وجدت في غرفتك؟ لا أعرف عنها شيئا، لقد ظننت أنها لفافة تحتوي على علب جوارب. لماذا وضعت علامة على اسم السيدة أسكر في أندوفر؟ لأنني قررت أن أبدأ عملية البيع معها. إن على الإنسان أن يتعلم أعماله ويحدد مرحلة البدء. ثم أردف قائلا في انفعال شديد: إنها مؤامرة دنيئة ضدي، وليس أدل على ذلك من وجودي في ليلة جريمة بيكسهيل في مكان بعيد في أستبورن، حيث كنت ألعب الدومينو مع السيد سترانج. من السهل أن يخطئ الإنسان في التاريخ، لا سيما إذا كان الخطأ في تاريخ يوم واحد. إن رجلا عنيدا مثل سترانج يرفض أن يعترف بخطئه مهما تكن الظروف. ومن السهل عليك أن تكتب في سجل الفندق تاريخ يوم سابق أو لاحق على يوم الجريمة دون أن يفتن أحد إلى هذا. لقد كنت ألعب الدومينو في تلك الليلة. وفجأة هتف الرجل قائلا في ألم: لقد عاودتني نوبة الصداع، إنه مؤلم مؤلم، إنه يجعلني في بعض الأحيان لا أدري ماذا أقول وماذا أفعل. وانحنى بوارو فجأة نحوه وقال: ولكنك تعلم أنك ارتكبت هذه الجرائم، أليس كذلك؟ ورفع السيد سوست وجهه، وبدأت نظراته هادئة عادية، وكأنما قد تلاشت من نفسيته كل رغبة للمقاومة، وأخيرا قال: بلى، أعلم، وأنا على حق في قولي أنك لا تعرف لماذا ارتكبت هذه الجرائم، أليس كذلك؟ بلى، إنني لا أعرف لماذا. كنا جالسين في اهتمام وترقب، ونحن ننصت إلى بوارو وهو يكشف لنا عن جميع الحقائق في جرائم ABS، وقال: كان أهم ما يشغل فكري هو لماذا ارتكب المجرم هذه الجرائم، ولماذا اختارني أنا بالذات للتحدي. ولهذا يشهد صديقي هيستينغز أنني كنت مهتما ومضطربا عندما استلمت الرسالة الأولى، لأني أحسست أن شيئا ما خطيرا يكمن وراء تلك الرسالة الأولى، ولكن إدارة سكوتلاند يارد سخرت منها.
وقالت إنها مجرد دعابة ثقيلة من أحد الفارغين التافهين. ولم يلبث حادث أندوفر أن أثبت أني كنت على حق، ولم أعرف بطبيعة الحال المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة. وهكذا وجب علي أن أحاول التعرف عليه من دلالات الرسالة وطريقة ارتكاب الجريمة وشخصية المجني عليها، ولكن أهم من هذا كله هو أن أعرف لماذا ارتكب هذه الجريمة، ولماذا اختارني المجرم بالذات ليبعث إلي برسالته. فقال فرانكلين كلارك: رغبته في الشهرة والظهور. وقالت تورا غراي: لا شك أن الشعور بمركب النقص هو المبرر لهذه الجرائم. هذا هو التبرير الواضح، ولكن لماذا أرسل إلي أنا هيركيول بوارو؟ إذا كانت الشهرة بغيته، فلماذا لم يبعث برسالته إلى إدارة سكوتلاند يارد أو إلى إحدى الصحف؟ إنه لو فعل هذا لظفر بالمزيد من الشهرة. إن كانت الشهرة بغيته حقا، فلماذا إذن اختارني أنا بالذات؟ هل اختارني لأسباب شخصية؟ هذا ما لم أعرفه في حينه. ووصلت الرسالة الثانية التي أعقبها حادث مقتل بيتي برنارد في بيكس هيل. ولقد أثبتت لي هذه الجريمة أن المجرم ينوي ارتكاب سلسلة من الجرائم طبقا لترتيب الحروف الهجائية في الأسماء. ولكنني مرة أخرى أقول إن السؤال المهم جدا ظل بلا جواب، وهو: لماذا يرتكب المجرم هذه الجرائم؟ وهنا تململت ميغان برنارد في جلستها وقالت: هل يوجد شيء اسمه شهوة القتل؟ أجل يا أنسة، يوجد شيء اسمه شهوة القتل فعلا، ولكن هذه الشهوة إذا استبدت برجل ما، والعادة أن يكون مجنونا، فإنها تدفعه إلى القتل بالجملة، إلى قتل أكبر عدد من الناس. وأهم ما يشغل بالي مثل هذا القاتل هو تغطية كل أثر ينم عنه، لا أن يعلن عن الجرائم مقدما بمثل هذه الرسائل. ثم لماذا يحرص على أن يترك مع كل جثة دليل ABS للسكة الحديد؟ لقد كان في مقدوره أن يرتكب هذه الجرائم خفية تاركا عبئها يقع على أشخاص يمكن الاشتباه فيهم، مثل السيد أسكر زوج الضحية الأولى، والسيد دونالد فريزر خطيب الضحية الثانية، وهكذا. إذن لماذا حرص على أن يركز الاتهام في شخصه بالذات؟ هل هو الدافع لأن يكون شهما كريما؟ وهل يمكن أن تعرف الشهامة طريقها إلى قلب قاتل كهذا؟ وصمت بوارو هنيهة ثم استطرد يقول: على أن هناك معالم استطعت بها أن أعرف شيئا عن عقلية المجرم ونفسيته. فقال فريزر: مثل ماذا؟ أولا أدركت أن له عقلية جدولية، لقد رأى أن من الأهمية بمكان أن يرتكب جرائمه حسب الحروف الهجائية لأسماء الضحايا، فلو لم تكن له عقلية جدولية فلماذا اهتم بأمر كهذا كل الاهتمام؟ ومن ناحية أخرى لم يكن له إحساس خاص نحو الضحايا، فإن السيدة أسكر وبيتي برنارد والسيدة سيرميكال يختلفون بعضهم عن بعض أشد الاختلاف، أي لم يكن في الموضوع عقدة جنس ولا عقدة سن معينة. وهذا من الأسباب التي حيرتني كثيرا، فالمجرم حين يعمد إلى ارتكاب جريمة ما، ولا سيما إذا كانت جريمة محكمة أشد الإحكام، فإنما يهدف بذلك إلى إزاحة شخص ما يضايقه في الطريق. ولكن الحرص على ارتكاب هذه السلسلة من الجرائم حسب الترتيب الهجائي لا سيما الضحايا لا يتفق مع هذه النظرية. وشيء آخر أسمح به لنفسي في ميدان الاستنتاج، وهو أن اختيار دليل السكة الحديد ينم عن طبيعة ذكرية، لأن الأطفال الذكور هم الذين يحبون اللعب بأدوات السكة الحديد كالقطارات والقضبان. وما دمنا دخلنا في ميدان اللعب يمكن أن نقول إن للمجرم عقلية صبيانية، والطريقة التي ماتت بها بيتي برنارد قد أوحت إلي باستدلال آخر،
ومعذرة يا سيد فريزر، فإن استعمال حزامها في قتلها دليل على أن القاتل كان على علاقة مودة ومداعبة معها، وأستطيع أن أتصور أنه فك حزامها مداعبا ثم لفه حول عنقها مداعبا وهو يضحك قائلا هل أخنقك، وبينما هي تشاركه الضحك يكون قد بدأ يخنقها فعلا. ونحن نعرف أن بيتي كانت فتاة تحب الغزل وتميل إلى الرجل الوسيم الذي يعرف كيف يجذبها بشخصيته اللطيفة، وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون القاتل شخصا جذابا للنساء بصفة عامة. وهنا حاول دونالد فريزر أن يحتج، ولكن بوارو أسرع يقول انتهينا من هذه النقطة يا سيد فريزر، ولننتقل إلى الجريمة التالية، إلى مصرع السيد سيرميكل. وهنا نجد المجرم يعود إلى طريقته الأولى، الضرب على الرأس، وهنا أيضا نجد عقدة الأحرف الهجائية واضحة، ولكن جريمة سيرستون هذه لم تزودني إلا بالقليل جدا من المعالم، لأن الرسالة التي أرسلت إلي أخطأت طريقها في العنوان مرتين حتى وصلتني متأخرة، أي بعد وقوع الجريمة. ولكن عندما أعلن المجرم عن جريمة دي اتخذ رجال المباحث إجراءات ضخمة، وظهر واضحا أن المجرم لن يستطيع الإفلات هذه المرة من العدالة. وفي الوقت نفسه كنا قد علمنا أن القاتل يبيع الجوارب النسائية لحساب مصنع ما، ولكنني في الحقيقة لم أكن لأتوقع أن يكون على ذلك الشكل الذي وصفته به الآنسة تورا غري، لأن هذا الشكل لم يكن ليتفق مع الصورة التي تخيلتها عنه ليكون هو قاتل بيتي برنارد. وننتقل إلى المراحل التالية بسرعة. لقد ارتكبت جريمة رابعة، وكان المجني عليه في هذه المرة رجل يدعى جورج إيرسفيلد، وقد اقترحنا أن القاتل حسبه رجلا يدعى داونز على الشكل والحجم نفسه، وكان يجلس بجانب المجني عليه في السينما. وهنا تدور أخيرا عجلة الحظ ضد القاتل، وهكذا تنتهي الأمور بمطاردته ثم القبض عليه، وتعتبر القضية كما قال هيستينغز منتهية. وأعتقد أنها بالنسبة إلى الرأي العام إلى الجميع منتهية أيضا، لأن القاتل في السجن ينتظر صدور الحكم عليه. ولكن في هذه القضية تظهر ثغرة ضئيلة مزعجة، وهي شهادة المدعو سترانغ عن ليلة وقوع الجريمة الثانية في بيكس هيل. وقال فرانكلين كلارك عندئذ نعم هذه ثغرة واضحة تحتاج إلى تفكير عميق. فأومأ بوارو برأسه وقال تماما يا سيد كلارك، وهذا التفكير العميق يجعلنا نفترض مثلا أن قاتل بيتي برنارد ليس السيد سوست، وإنما شخص انتهز فرصة هذه الضجة فارتكب هذه الجريمة، وهو مطمئن إلى أنها ستضيع بين سلسلة الجرائم الأخرى التي يرتكبها مجرم ABS. هذه نظرية معقولة، وتؤيدها السوابق التي حدثت في جرائم جاك السفاح، ذلك أن كثيرا من المجرمين انتهزوا الفرصة وراحوا يقتلون بطريقة جاك السفاح ليلقوا تبعة هذه الجرائم عليه. ويزيد من تأييد هذه النظرية أن الرجل الذي استطاع أن يجتذب بيتي إليه ثم يقتلها لا بد أن يكون رجلا جذابا له طريقته الخاصة مع النساء، وهذه الصفات غير متوفرة في السيد سوست. ولكن يمكن أن نهدم هذه النظرية من أساسها بقولنا إن جريمة أندوفر، أي مقتل السيدة أسكر، كانت تبدو للرأي العام جريمة عادية لا تدل على أنها الأولى في سلسلة من الجرائم، لأننا لم نذكر للصحف أي تفاصيل عن رسائل القاتل إليه أو عن وجود دليل سكة الحديد بجانب الجثة. ومعنى هذا أن قاتل بيتي برنارد لم يكن يعلم أن هناك سلسلة من الجرائم في طريقها إلى الحدوث. وهنا وجدت نفسي أمام عقدة لا أعرف لها حلا، ولكنني في الوقت نفسه كنت أشعر أن هناك شيئا خطيرا في الرسائل التي كانت تصلني.
كنت أشعر نحوها بشعور الخبير الفني أمام لوحة مزيفة. إنه يشعر بخبرته وعقله الباطني أنها مزيفة، ولكنه لا يدري لماذا. ومن ثم عدت أفحص هذه الرسائل وأعيد قراءتها حتى أدركت أخيرا سر شعوري الغامض نحوها. والآن نفكر مليا في الأمر، ما الهدف من كتابة هذه الرسائل؟ الهدف هو تركيز الانتباه في كاتبها لتركيز الأنظار في الجرائم. وبدا لي أن تركيز الانتباه في المجرم والجرائم لا معنى له. وفجأة وضح الأمر أمامي، وضح لي أن الغرض هو تركيز الانتباه في عدد من الجرائم، في مجموعة من الجرائم. ألم يكن شكسبير هو القائل إنك لا تستطيع أن ترى شجرة في وسط غابة أشجار؟ وهذا يعني أن الإنسان لا يرى دبوسا معينا بين مجموعة دبابيس، ولكنه يراه إذا كان منفردا. وهذا يعني أيضا أن الجريمة الواحدة تكون مكشوفة والدافع ليها يبدو واضحا، أما إذا كانت بين مجموعة من الجرائم التي لا يعرف أحد لها حافزا أو باعثا معينا، فإنها تتوه أو تضيع بينها. ووجدت نفسي أواجه مجرما خارق الذكاء، مجرما داهيا قاسيا جريئا، له طبيعة المغامر المحترف، وهذه الصفات كلها لا تنطبق على السيد سوست بأي حال من الأحوال. إنه باختصار ليس الرجل الذي يرتكب كل هذه الجرائم بمثل هذا الإحكام. أما المجرم الحقيقي فهو رجل مختلف تماما، رجل له مزاج صبياني يدل عليه الترتيب الهجائي ودليل سكة الحديد، رجل جذاب للنساء ولا يهتم كثيرا بالنفس الإنسانية، وله مصلحة خاصة أكيدة في جريمة من هذه الجرائم. إذا وقعت جريمة ما، فماذا يخطر ببال المحققين لأول وهلة؟ إنه البحث عن الدافع إلى القتل، ومعرفة أين كان الذين يدور حولهم الاشتباه، ومن هم الذين سينتفعون من وراء ارتكاب هذه الجريمة. فإذا كان الدافع إلى القتل واضحا جدا، فإن المشتبه في أمره عندئذ، أي المجرم الحقيقي، يبذل قصارى جهده ليقيم الدليل على أنه كان بعيدا عن مسرح الجريمة عند وقوعها، ولكن هذا الجهد كثيرا ما ينكشف أمره، وكثيرا ما يكشف التحقيق بطلان الأدلة التي يمكن أن يسوقها المجرم لإثبات براءته. ولهذا كله رأى مجرمنا أن يحصن نفسه بسد منيع من الأدلة، ففكر في هذه السلسلة من الجرائم التي تبدو في أنظار الجميع أنها جرائم مجنون تطغي. وما علي الآن إلا أن أستعرض هذه الجرائم المختلفة لأهتدي من ورائها إلى الأشخاص الذين يمكن أن يدور الاشتباه حولهم، ثم أحاول أن أركز الاتهام كله في شخص واحد بينهم يكون هو صاحب مصلحة أساسية في ارتكاب جريمة منها، ثم ارتكب الجرائم الباقية لتضيع الجريمة الأصلية بينها. ولنبدأ بجريمة أندوفر. إن أول شخص يمكن أن نشتبه فيه هو فرانك أسكر، زوج المجني عليها، ولكن شخصية أسكر لا تدل إطلاقا على أن في مقدوره تدبير وتنفيذ هذه السلسلة من الجرائم. فلننتقل إذن إلى جريمة بيكس هيل، والاشتباه فيها يدور حول السيد دونالد فريزر. إنه شاب ذكي له عقلية رصينة مدبرة، يمكن أن تضع خطة محكمة لمثل هذه السلسلة من الجرائم، ولكنني عرفت أنه نال إجازته السنوية في الأسبوعين الأولين من شهر آب أغسطس، وهذا لا يتيح له إطلاقا أن يرتكب الجريمة الأولى أو الجريمة الثالثة في سيرستون. ثم لماذا يرتكب جريمة بيكس هيل بدافع الغيرة؟ إنه مبرر ضعيف لأسباب كثيرة، إذ لم يثبت بصفة قاطعة أن بيتي أمعنت في خيانته إمعانا يدفعه إلى قتلها. ثم إنها لم تكن زوجته، وحتى لو كانت كذلك لما ارتكب هذه السلسلة الرهيبة من الجرائم لمجرد الانتقام من فتاة يمكن أن يفترق عنها بسهولة كما يفترق أي خطيب عن خطيبته. لا، إن الغيرة في هذه الحالة لا تبرر إطلاقا ارتكاب هذه السلسلة من الجرائم. ومن ثم ننتقل إلى الجريمة الثالثة،
وهنا نجد أنفسنا واقفين على أرض من الحقائق الواضحة والمبررات القوية. فقد كان السيد سير ميكال كلارك رجلا واسع الثراء، فمن الذي يرث هذه الثروة الطائلة بعد وفاته؟ زوجته التي من حقها أن تستمتع بالثروة في أثناء حياتها، ثم تنتقل بعد ذلك إلى أخيه فرانكلين كلارك. كلنا نعرف أن الزوجة في حالة احتضار بطيء الآن. واستدار بوارو ببطء حتى تلاقت نظراته بنظرات فرانكلين كلارك، ثم استطرد قائلا: كنت واثقا عندئذ بأن ذلك الشخص الذي طالما فكرت فيه على أنه صاحب رسائل ABS ليس أحدا سوى فرانكلين كلارك. إنه الشخصية المغامرة التي طافت كثيرا خارج البلاد، وأنه يتمتع بجاذبية خاصة للنساء تجعل في مقدوره أن يتعرف بسهولة إلى أي فتاة جميلة في مقهى مثل الجينجس كات، وأن يتواعد معها على اللقاء سرا. إنه الشخصية ذات العقلية الصبيانية كما قالت السيدة كلارك، الذي يميل إلى قراءة كتب المغامرات مثل كتاب أطفال السكة الحديد للكاتب نسبيت، كما ذكر لي هو نفسه أنه كان يقرأه للمرة الثانية. نعم، إن كل الصفات المتوفرة في كاتب تلك الرسالة كانت تنطبق تماما على فرانكلين كلارك. وضحك فرانكلين عليا وقال: حقا إنك لنابغة يا سيد بوارو، وماذا عن صاحبنا سوست الذي قبض عليه ودماء المجن عليه في الجريمة الرابعة على كم معطفه؟ وماذا عن السكين التي وجدت في مسكنه؟ إنه قد ينكر الجرائم الثلاث الأولى، ولكن إنك مخطئ في هذا يا سيد كلارك، لقد اعترف بارتكاب الجرائم كلها. ماذا؟ أتقول اعترف؟ نعم، إنني ما إن فرغت من حديثي حتى أصبح يعتقد مجرد اعتقاد أنه هو الجاني. ومع ذلك فأنت غير مطمئن؟ نعم، لأني ما إن رأيته حتى أيقنت تماما أن هذا الرجل لا يمكن أن يكون الجاني بأي شكل. ليست لديه الجرأة ولا الأعصاب ولا التفكير اللازم لتدبير وتنفيذ هذه السلسلة من الجرائم، ولكنني أدركت حين رأيته أنه الشخصية التي اتخذها القاتل ليختفي وراءها ثم يقدمها في النهاية للعدالة باعتبارها المجرم الحقيقي. وكأنما لم يكفك يا سيد كلارك أن ترتكب هذه الجرائم كلها، وإنما أبيت إلا أن تقدم عن نفسك كبش فداء. وأعتقد أن الفكرة نبتت في ذهنك عندما التقيت مصادفة بالسيد ألكسندر بونابرت سوست في أحد المقاهي، ولعل اسمه العجيب لفت انتباهك، ثم ازداد اهتمامك به حين لمست شخصيته الواهية الضعيفة المسالمة. وكنت في ذلك الحين تستعرض في ذهنك مختلف الوسائل لقتل أخيك. حقا؟ لماذا؟ لأنك كنت شديد القلق على المستقبل، كنت تخشى أن يتزوج أخوك سكرتيرته تورا جري بعد وفاة زوجته السيدة كلارك وينجب منها وريثا لثروته، ولاسيما وقد كان أخوك محتفظا بقوته وحيويته، وفي هذه الحالة تظل أنت طيلة حياتك شريدا مفلسا. وإن خبرتك التي اكتسبتها من رحلاتك في الخارج ومن علاقاتك بالنساء جعلتك تدرك أن تورا جري من النوع الصياد الذي يجري وراء الرجل الثري، وكذا قررت أن تبادر وتؤمن مستقبلك بالقضاء على أخيك قبل أن تموت زوجته وقبل أن تسنح له فرصة الزواج بتورا جري. ولما التقيت بالسيد سوست وعرفت اسمه بالكامل بدأت فكرة جرائم ABS تتبلور في ذهنك، لا سيما حين علمت أنه مصاب بالصرع أيضا وبنوبات من الصداع المؤلم الذي يجعله كما قال لك لا يكاد يشعر بما يقول أو يفعل. واختمرت الفكرة في ذهنك وتبينت كل معالمها وقررت أن ترتكب سلسلة من الجرائم تضيع بينها جريمة سيرستون، على أن تكون أسماء الضحايا مطابقة لتسلسل الحروف الأبجدية، وهو التسلسل الذي أوحى به إليك
اسمه ألكسندر بونابرت سوست ABS، وأن تجعل منه هو كبش الفداء. وكان تدبيرك عجيبا محكما، إذ كتبت باسم AB سوست رسالة على آلة كاتبة عندك تطلب فيها من أحد المصانع كمية من الجوارب والملابس النسائية الداخلية، وأعددت كمية من كتب دليل ABS للسكة الحديد في لفافة تبدو وكأنها لفافة تحتوي على علب جوارب وملابس داخلية نسائية، وكتبت له هو رسالة على الآلة الكاتبة باسم المصنع تعرض عليه فيها مرتبا مجزيا وعمولة على البيع. ثم كتبت على الآلة الكاتبة نفسها مجموعة الرسائل التي نويت أن ترسلها إلي باسم ABS، ثم أرسلت الآلة الكاتبة نفسها إلى سوست على أنها هدية من مصنع الجوارب إلي، وشرعت بعد ذلك تبحث عن ضحايا تبدأ أسماءهم بالأحرف ABCD على أن يكون كل منهم مقيما في بلدة يطابق الحرف الأول من اسمها الحرف الأول من اسمه، وبدأت ببلدة أندوفر، ووقع اختيارك على السيدة أسكر حين قرأت اسمها بوضوح على اللافتة، وحين رأيت أنها امرأة عجوز وحيدة ويمكن قتلها بسهولة. أما الحرف بي فقد استلزم منك مناورة غرامية بارعة لكي توقع بيتي برنارد في حبائلك، ولكي تخرج معها للنزهة في أماكن بعيدة زاعما لها أنك رجل متزوج ولا تحب أن ينتشر أمر علاقتك بها. ولما تمت جميع تدابيرك الأولية أرسلت إلي رسائل التحدي، وأرسلت إلى سوست قبل كل جريمة باسم المصنع تعليمات تأمره فيها بالذهاب إلى مسرح الجريمة في يوم وقوعها بحجة بيع جوارب لسيدات معينات ذكرت له أسماءهن. فمثلا جعلته في صباح يوم ارتكاب جريمة أندوفر يذهب إلى أندوفر ويبيع أو يعرض للبيع جوارب على السيدة أسكر والسيدة فاولر جارتها وبعض السكان الآخرين، وكذلك فعلت في كل من جريمتي بيكسي هيل وسيرستون. وبالتأكيد كان المسكين يذهب وهو خالي الذهن تماما من الجرائم التي ترتكب باسمه ومن وراء ظهره. وهكذا نجحت في ارتكاب جريمة أندوفر وفي ارتكاب جريمة بيكسي هيل، ولكنني واثق تماما بأنك قتلت بيتي برنارد قبل منتصف ليل 24 من تموز يوليو على سبيل ضمان النجاح. وننتقل الآن إلى الجريمة الثالثة المهمة الأساسية التي أردت أن تجعلها تضيع بين هذه السلسلة من الجرائم. وهنا أشكر صديقي هيستينغز الذي كان أول من لفت نظري إلى عنواني الذي كتب خطأ عن عمد على ظرف الرسالة كي يصلني متأخرا، أي بعد وقوع الجريمة. نعم لقد تعمدت أن تكتب العنوان خطأ حتى تضمن ارتكاب الجريمة الثالثة الأساسية قبل أن يتدخل رجال المباحث في الأمر، وهذا أيضا يفسر اختيارك لي بالذات لكي تبعث بهذه الرسائل إلي. لقد أخبرتني بالذات لأن في مقدورك أن تكتب عنواني خطأ، أما لو اخترت سكوتلاند يارد أو إحدى الصحف لما أمكنك أن تكتب العنوان خطأ، وحتى لو كتبته فإن إدارة البريد كان سترسله فورا إلى العنوان الصحيح. والواقع أن هذا التفكير يدل على عقلية جبارة خارقة الذكاء. وبعد نجاحك في ارتكاب الجريمة الثالثة التي أقامت الدنيا وقادتها، رأيت أن تختم سلسلة الجرائم بجريمة رابعة تبعد بها كل اشتباه في أمرك وتجعلها واضحة المعالم كثيرة الأخطاء بحيث تنتهي بالقبض على كبش الفداء. وهكذا اخترت دونستر مسرحا لها وحددت يوم الاحتفال بعيد سانت ليجر، واخترت رجلا أي رجل كان في طريقه إلى السينما بعد أن رأيت سوست بداخلها وكنت تسير وراءه تتعقبه لتنتهز أول فرصة سانحة ترتكب فيها جريمتك وتلقي بعبئها علي. وساعدك الحظ ودخلت على مقربة من سوست ونهضت قبل نهاية العرض وسرت في طريق الخروج، ثم تظاهرت بأنك تتعثر وبأن قبعتك وقعت على مقعد أمامي، وفي أثناء استردادك لها طعنت الرجل الجالس بجوارها بالسكين في القلب تماما. ولم يكن يهمك أن يكون اسمه يبدأ بالحرف دي لأنك كنت تعتقد
أنه لابد أن يكون بين المتفرجين رجل يبدأ اسمه بهذا الحرف فيظن الناس أنه كان هو المقصود، ولكن المجرم أخطأ. وأيا كان فقد كان هدفك الأساسي هو أن ينكشف أمر الجريمة الرابعة وأن تثبت على السيد سوست، ولهذا تعمدت أن تصطدم به عند الخروج من السينما حين انتهزت فرصة عدم الإضاءة الكاملة والزحام والاصطدام به من الخلف، فمسحت نصل السكين أو جانبا منها في كم معطفه ثم أسقطتها في جيب المعطف. ويمكننا أن نتصور حالة المسكين سوست حين يعود إلى غرفته بالفندق فيجد الدماء على كمه والسكين في جيبه، ثم حين يربط بين هذا كله وبين ما يقرأه عن سلسلة الجرائم التي يرتكبها رجل يدعى إي بي إس، وحين يتذكر أنه كان موجودا في مسرح كل جريمة في يوم وقوعها، لا شك أن الأمور اختلطت في عقله وخامره الشك في نفسه وفي أنه ربما يكون قد ارتكب هذه الجرائم على غير شعور منه. وإن المسكين يخرج من غرفته من مسكن السيدة ماربري في لحظة يأس ويمضي شاردا بلا مال أو هدف، ولكن إلى أين؟ إن قدميه تقودانه بغير وعي، وعندما يعود يقبض عليه، ولما اعترف لي في لحظة يأس واستسلام بأنه ارتكب هذه الجرائم ازددت أنا يقينا من نظريتي. وهنا قال فرانكلين كلارك: إن نظريتك هذه غريبة شاذة. لا يا سيد كلارك، لقد كنت آمنا على نفسك لعدم وجود أدلة، أما الآن فقد توافرت الأدلة على اتهامك. أدلة؟ نعم، لقد عثرنا على العصا التي استعملت في جريمتي أندوفر وسيرستون، وهي عصا عادية الشكل ولكن طرفها الأعلى مفرغ ومصبوب فيه رصاص. عثرنا عليها في خزانة قديمة بقصر أخيك في بلدة سيرستون، وتعرف صورتك ثلاثة من الذين كانوا في السينما وقالوا إنك كنت أحد الخارجين منها بعد انتهاء عرض الفيلم الذي وقعت في أثنائه الجريمة الرابعة. وتعرفت صورتك ميلي هيغلي وفتاة أخرى تدعى سكارليت، وزائر في مشرب رود هاوس الذي جلست فيه مع بيتي برنارد في ليلة وقوع الجريمة. وأخيرا وهذا هو الأهم، عثرنا على بصمة من بصمات أصابعك على الآلة الكاتبة التي وجدناها في غرفة السيد سوست، فلو أنك كنت بريئا لما كان لك أي شأن بها. وصاد الصمت هنيها، وفجأة قال فرانكلين كلارك: إنني لست آسفا على ما فعلت، لقد كنت أريد أن أضمن مستقبلي. ثم دس يده في جيبه وأخرج مسدسا صغيرا ووضعه على جانب رأسه، ولكن بوارو كان له بالمرصاد فضربه على يده وألقى بالمسدس بعيدا. ودخل في تلك اللحظة اثنان من رجال سكوتلاند يارد كان في الغرفة المجاورة وألقي القبض على فرانكلين كلارك. والتفت بوارو نحوي باسما وقال: لقد خانه الذكاء أخيرا، لأن الحقيقة أننا لم نجد أثار بصمات أصابعه على الآلة الكاتبة، ولكنها حيلة قديمة أوقعته بها في فخ الاعتراف. ونهضت تورا جري شاحبة الوجه لتنصرف، فقال لها بوارو: إنني آسف يا أنسة جري، لقد طار العصفوران من يدك. واندفعت إلى باب الخروج دون أن تجيب من فرط الغضب. أما أنت يا أنسة ماري دراور، فأرجو أن تتأكدي من أن صاحبك يبادلك الحب قبل أن تتمادي في علاقتك به. ثم ابتسم وأردف قائلا للشاب دونالد فريزر حين رآه ينهض ممسكا بيد ميغان برنارد: لا تخجل يا سيد فريزر من مصارحة ميغان بحقيقة مشاعرك، فالواقع أنها تبادلك الحب، لكن مأساة بيتي تقف عقبة في سبيلكما. تذكر دائما أن الحياة أقوى من الموت، وأن الحب أجمل ما في الحياة. ثم قال لي بعد أن انصرف الجميع: أما السيد سوست المسكين فيجب أن أعرضه على طبيب عيون لكي يصنع له نظارة جديدة، لأنني أعتقد أن صداعه المؤلم ناشئ عن سوء حالة نظارته الطبية. تمت بحمد الله.